عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا وأرحب بأستاذنا الفاضل الباشمهندس أحمد المغربي من المصممين الكبار وما شاء الله خبرة أكثر من 19 عام في التصميم المعماري في شركات استشارية معمارية محلية ودولية، وهو مؤسس المغربي ديزاين هاوس وعمل مشاريع أيقونية كبرى زي مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الجديدة ومدينة الفنون والثقافة في العلمين الجديدة والماسة في العاصمة الجديدة والحي اللاتيني في العاصمة الجديدة والآر 5 في العاصمة الجديدة، بالإضافة للعديد من المباني الترفيهية والسكنية والمكتبية زي الكيو إن بي في العاصمة الجديدة ومجمع المقر الرئيسي للحرس الأميري في قطر ومشاريع تانية كتيرة إن شاء الله هيكلمنا عنها بإذن الله. والنهاردة محاضرة عن خطوات التصميم المعماري، بداية من تجميع المعلومات وحتى مرحلة الكتلة، نتكلم عن مرحلة الاسكيماتيك، مرحلة ديزاين ديفلوبمنت، مرحلة الكونستراكشن دوكومنتس، وهنتكلم عن بعض المشاريع العالمية وتحليلها تصميميا وبعض المشاريع للبشمهندس أحمد المغربي. فإن شاء الله محاضرة دسمة وإن شاء الله يعني محاضرة ممتعة بإذن الله. جزاكم الله كل خير أستاذنا الفاضل على تلبية الدعوة، وفي انتظار المحاضرة القيمة إن شاء الله. اتفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا متشكر للمقدمة الجميلة دي، كتر خيرك، وما سعيد جدا أن أنت حضرتك أتحت لي الفرصة بالالتقاء بديم أريبيا. زي ما باشمهندس قال، أنا مهندس معماري خريج هندسة عين شمس دفعة 2002، حاصل على الليد أكريديت بروفيشنال بيلدينج ديزاين اند كونستراكشن، كذلك حاصل على شهادة CDT اللي هي Construction Documentation Technologist من CSI، وحاصل على الميني MBA من PMI. الحقيقة أنا في خلال فترة عملي مريت بتجارب مختلفة من الشغل كشوب دروينج وبرودكشن وإشراف على التنفيذ وديزاين، لكن أنا كان دايما يعني الباشن بتاعي كان في الديزاين، والحمد لله يعني الحلم ده اتحقق آخر ممكن نقول 8 سنين، وتخصصت في مجال التصميم المعماري. اشتغلت مع شركات، منها شركات انترناشنال زي SNC لافانا، واشتغلت مع استشاريين مصريين كبار طبعا زي ECG، وحاليا يعني بدأت مكتبي المغربي ديزاين هاوس. وأتمنى المحاضرة النهاردة تكون يعني مفيدة لكل الحاضرين بإذن الله. احنا هنتكلم النهاردة عن الاركيتكتشرال ديزاين بروسيس، البروسيس بتاع الرسومات المعمارية. هنبتدي مع تعريف الـ AIA الـ American Institute of Architects للفيزز بتاعة التصميم. الـ AIA قالت ان الفيزز بتاع التصميم بتنقسم لخمسة فيزز: اول فيز الـ Schematic Design، تاني فيز الـ Design Development، وتالت فيز الـ Construction Document. في اتنين فيزز تانيين، البيدنج والكونستراكشن ادمنستريشن، بس الحقيقه دول دور المصمم فيهم بيبقى محدود الى حد كبير، فمش مش هنتطرق ليهم في المحاضره دي. هنتكلم عن الثلاث خطوات او ثلاثه فيزز: سكيماتيك ديزاين، ديزاين ديفلوبمنت، وكونستراكشن دوكيمنت. طيب ليه لازم ديزاينر يبقى عارف الخطوات بتاعه التصميم او الفيزز بتاعه تسليم الرسومات؟ لان ده الحقيقه بيمثل جزء مهم من تحديد الفيز بتاعتك، ولما تيجي تقدم كوتيشن للكلاينت، لما يجي لك كلاينت هيقول لك والله انا باشمهندس عاوز اعمل مول، ابعت لي كوتيشن، هو ده الكلاينت بيقوله لك. فانت لما تبعت كوتيشن ما ينفعش تقول له والله الرسومات بتاعه المشروع ده هتتكلف اكس وتسيبه وتمشي، ده مش بروفيشنال. لازم تقسم المشروع لفيزز، واحسن تقسيمه هي التقسيمه بتاعت الاي اي اي لانها معترف بها دوليا، فلو شغال في اي دوله حتى بره مصر هم هيبقوا فاهمين التقسيمه دي. فتقول والله انا بالنسبه للفي بتاعتي مرحله السكيماتيك ديزاين هتبقى 15% من التكلفه الاجماليه، والسبميتلز بتاعتها هتبقى 1 2 3 وده هنتكلم عليه، والسكادول بتاعها التسليمات هتبقى يوم كذا ويوم كذا، وهحتاج مثلا في خلال المرحله دي 2 ميتينجز في النص مع كلاينت، والديزاين ديفلوبمنت هتمثل مثلا 30 20 whatever% من الفي بتاعتي، وزي ما قلنا التسليمات بتاعتها 1 2 3،
وهتتسلم يوم كذا، وانا محتاج ديورنج الفتره دي اقابل الكلاينت مره او مرتين وتحدد تاريخه وهكذا. فعشان كده انت كديزاينر لازم تكون فاهم تقسيم التسليمات الرسومات عشان لما تقدم كوتيشن يبقى كوتيشن بروفيشنال. طيب خلينا نتكلم في التسليمات بتاعت كل مرحله. اول مرحله واللي هي بعد كده هنركز عليها في باقي المحاضره، بس ده بريف بس في الاول عشان نعرف المراحل المختلفه. مرحله السكيماتيك ديزاين. مرحله السكيماتيك ديزاين انت اول حاجه هتسلمها فيها البلانات. البلانز اللي بتسلمها يفضل تكون بسمول سكيل، بسكيل صغير، يعني ما تعملش حاجه مفصله ابدا في المرحله دي. ممكن جدا تكون فري هاند على فكره، ده مقبول جدا، بس يا ريت تكون بسكيل، ويكون زي ما انتم شايفين المثال اللي انا حاطه هنا ده فيلا سكنيه، الراجل المعماري حط موديول وراح شغال عليه البلان فري هاند، مجرد شويه مربعات بتحدد تقسيم الفراغات الزونينج بتاع المشروع وبتحدد المساحات التقريبيه، وكمان هو راح فارشها فري هاند عشان يقنع كلاينت ان الفراغات دي قابله انها تتفرش. البلان ولا عليه دايمنشن ولا عليه اكسات ولا عليه اي حاجه، مجرد سكتش فري هاند. بعد كده السكيماتيك فاسادز اند سكشنز، برضو احنا ما زلنا مرحله السكيماتيك، انت عاوز تفهم الكلاينت الفكره بتاعت المشروع. احنا في المرحله دي ما بنخشش في تفاصيل دقيقه، فيعني السكيماتيك السكتش ده ظريف جدا، هو عاوز يفهم الكلاينت ان انا المشروع بتاعك هعمله على 3 ليفلز، ليفل للشغل مكتب، وليفل في النص انترميديت انترتينمنت، والليفل بتاع المعيشه هيبقى فوق. فراح اعمل له سكشن 3 دي كده بايده، يوري له ان هنا الاوفيس بتاعك، هنا الانترتينمنت اريا، وهنا السكن. هنا مثلا في النموذج الثاني واخد سكشن كده برضو فري هاند، بس يعني الحقيقه رسم جميل قوي يعني. فهو عاوز يفهم الكلاينت ان المشروع بتاعك انا هاخد تريبل هايت في النص، وهاخد في دور او دورين ميزانين، والدور المتكامل في الدور الاخير. تصميم الواجهه نفس الفكره، سكتش بتحدد في الفورم بتاع الواجهه والتشطيبات، بس التشطيبات تبقى مش متوضحه بشكل كبير. يعني انت مثلا هو هنا حاطط خشب مثلا، هو هنا مش محدد نوع الخشب، هو بيقول ان انا بقترح ان الواجهات نعمل لها كلادينج في الجزء ده كلادينج خشبي. في المرحله دي انت مش مطالب ان انت تحدد نوع الخشب. طبعا احنا عندنا انواع كتير للخشب اللي بيستخدم في الاوت دور، التيك والعزازي، ممكن كمان ما يبقاش خشب اصلا، ممكن يبقى جي ار سي تكتشر الخشب، في انواع كلادينج بي في سي بتاخد قشره خشب، فعندنا فرايتي كبير من التشطيبات. انت في المرحله دي ما تخشش في الديبيت ده مع الكلاينت، لان انت لسه ما درستش، انت بتقترح فكره ان احنا هنعمل خشب في الواجهات. بتشوف الكلاينت موافق على الفكره دي اصلا ولا هو رافضها. هيسالك طب يا باشمهندس التفاصيل بتاعت الخشب ومش عارف ده انهي نوع، قول له انا بدرس الموضوع ده وذين البادجت وذين الكلايمت بتاع المنطقه، وفي المرحله الجايه انا هسلم لك زي ما هنشوف التفاصيل بتاعت الخشب، وكمان هجيب لك عينه منه. لكن في المرحله دي انا عاوز اعرف هل انت متقبل الشكل بتاع الخشب في الواجهات ولا لا. برضه هنا سكشن تاني برضه سكيماتيك جدا، هو بيقول الفكره بتاعت الكتله جت منين، ان هو عمل ميول هنا عشان يرفلكت اشعه الشمس وعشان يعمل فنتليشن للمبنى، يدخل الهواء من تحت، الهواء البارد والهواء السخن هيطلع من فوق، فعمله زي شخشيخه. هنا يعني هو سكيماتيك سكشن عشان بس يفهم الكلاينت انا ليه المبنى طالع فيه اسقف مالي. المرحله الثالثه او التسليمه يعني من ضمن التسليمات في مرحله السكيماتيك ديزاين فيز الريندرينج. الريندرينج ممكن يكون فري هاند زي الامثله اللي انا جايبها، او ممكن يكون ب3 دي ماكس، ممكن يكون بسكتش اب. مش لازم الرندر يكون احسن حاجه، ممكن يكون سكرين شوت حتى من على الشاشه لو انت عاوز. بتبين له بس فكره الكتله زي ما انتم شايفين، واخد الراجل المشروع واخد له لقطتين بس فري هاند كده، سكتش جميل مبين بس المشروع هيبقى شكله ايه بالتقريب، ما هواش حاجه نهائيه. هنا دخل يمكن في تفاصيل شويه زياده، ده طبعا حاجه ترجع لك، يعني انت عاوز تسلم حاجه من الاول
بتفاصيلها ممكن، بس خلي بالك ان ده هيدخلك في ديبيتس ملهاش لازمه. يعني كلاينت هيبتدي يسيب المشروع كله يتكلم معاك في اللوفرز دي. طب يا باشمهندس اللوفرز دي انت هتثبتها ازاي؟ طب تكلفتها كام؟ طب وانت لسه ما درستش الكلام ده قوي، انت بتحط فكره. فيعني اي دونت ريكومند ان الموضوع يبقى مفصل. انا جايب النموذج ده بس عشان اقول ما تعملوش كده في اول تسليمه، ما تعملوش حاجه مفصله عشان ما تخشوش في ديبيت. كفايه حاجه كده سكيماتيك الفتحات فيها مش باينه اصلا زي ما انتم شايفين باليوكن. طبعا ممكن ده زي ما قلنا ممكن يبقى كمبيوترايز او فري هاند حسب انت السيستم بتاع شغلك وحسب امكانياتك. يعني بتسلم برضو في مرحله السكيماتيك بتسلم دياجرامز. الدياجرامز دي الهدف منها بتتسلم النوع ده من الدياجرام في المشاريع الكومبلكس. لو عندك ميكسد يوز بيلدينج حاجه فيها شيء من التعقيد الوظيفي، فالكلاينت ممكن لما تعرض عليه البلانات الفري هاند ما يفهمهاش قوي. فعشان تو كات شورت وعشان ما نقعدش يعني نتكلم كتير برزنتيشن فالكلاينت يفصل منك في النص، توريله سكتش زي ده. والله المبنى بتاعك اهو، الوظائف المختلفه هتبقى متقسمه، الدور الارضي نصه هناخده باركينج والنص التاني ريزيدنس، هنا الابارتمنتس هنحطها في المكان ده، اللاندسكيب هنحطه على الروف بالشكل ده. سكتش بسيط جدا اعمله فري هاند حتى مش لازم كمبيوتر. بس انت كده اختصرت كلام كتير جدا، كنت يعني لو انت ما عملتش ده هتقعد تتكلم كتير قوي عشان تفهم الكلاينت. مجرد ما شاف ده خلاص هو فهم دلوقتي توزيعه المشروع. هنا برضو دياجرام زونينج دياجرام بشكل ظريف جدا، راح مقسم له المشروع لمجموعه مكعبات وقال له المكعب ده هيبقى فيه اكتيفيتي الاكل والشرب المطاعم، المكعب ده هيبقى فيه وات ايفر انا مش شايف قوي، المكعب ده هيبقى فيه الباركينج. وعمل له هنا انفوجراف كده ظريف الكلاينت يقدر من غير المعماري ما يتكلم يشوف هنا ويدور على ده فين، فهو كده فهم التوزيعه الوظيفيه بتاعت المشروع. تالت حاجه الانفوجراف ده تطور شكل الكتله، وده يعني مهم. خلي بالك الكلاينتس بيحبوا القصص، يعني الناس عامه بتحب ان انت تحكي له قصه، ما تجيبلوش شكل وتقول له والله هو ده مشروعك وخلاص. هو بيبقى عنده باشن انه يعرف طب انت وصلت للشكل ده ازاي. الناس بتحب تسمع ده سواء بتتعامل مع كلاينت او بتقدم في مسابقه. طبعا كلكم بتتابعوا شغل بيج متميزين جدا في الانفوجرافز دي. فكره ان انت مجرد ما تتفرج على الانفوجراف زي ده انت فهمت الكتله دي اتكونت بالشكل ده ليه. فهنا زي ما انتم شايفين هو بدا المشروع ببلوك مكعب وابتدى لسبب ان عمل اوبننج وعنده فورس هنا راحت مكسره الكتله بالشكل ده والكتله المقابله اتكسرت بشكل مختلف لحد ما في الاخر وصلنا لشكل الكتله النهائي بتاع المشروع. فده بيبقى ظريف جدا. تقعد بقى وانت بتشرحه تحكي القصه بتاعت المشروع، وهنا مش مبين الانفلونس ده جه بسبب ايه. يعني هو حاطط اسهم مش مبين الاسهم دي ايه سببها، لكن انت ممكن تشرحها. يعني ايه الانفلونس اللي خلى الكتله دي تبقى بالشكل ده. ممكن الانفلونس هنا ان انت عاوز تعمل ساحه مثلا فترسم بني ادمين وتقول ان الانفلونس بتاع الجاذرنج بتاع البيبل اكبرني ان انا اشيب الكتله بالشكل ده عشان اوفر انكلوز او فراغ بانكلوز الناس في المنطقه دي مثلا. يعني تمام. ننتقل لحاجه مهمه جدا كلنا بنتسال فيها لما بيجي لنا مشروع، الكوست استيميشن. الكلاينت يسالك طب يا باشمهندس والله الافكار حلوه بس دي تكلفني كام؟ السؤال ده كتير من المعماريين اللي لسه بادين الماركت وداد ما بيقفوا عنده ما بيعرفوش يجاوبوا، وده مشكله كبيره لان ممكن الكلاينت ثقته فيك تنعدم. لان يقول لك هو معماري كويس بس واضح ان خبرته قليله، انا اخاف اكمل معاه في مشروع زي ده. في المسابقات، في بعض المسابقات في افريقيا بالذات بيديك البادجت بتاع المشروع، ولدرجه انا في مسابقه داخلها دلوقتي بيديك اسعار الماتيريال في البلد. يعني يقول لك الصاج بكذا والحديد بكذا وطالب ان انت تعمل المشروع وذين البادجت. فالبادجت ده حاجه مهمه جدا. يعني على الارض بقى خلاص احنا خلصنا شغل الكليه اللي ما كانش فيه كونسترينز كتير، دخلنا في ارض الواقع. ارض الواقع الفلوس ليها ثمن. ف الكلاينت هيسالك في الاول طب يا باشمهندس المشروع ده هيتكلف كام؟ في مرحله السكيماتيك ديزاين عندنا مرحلتين في التسعير. المرحله الاولى ودي بتبقى في اول قعده او تاني قعده مع كلاينت اسمها اوردر اوف ماجنيتيود. انا جايب الكلام ده منين؟ جايبه من الستادي جايد بتاع سي اس اي بتاع البروجكت ديليفري جايد.
CSI Construction Institute, Construction Specification Institute, اللي هي يعني هي أشهر انستيتيوت بتعمل السبيكس. هي عاملة كتاب كده ظريف جدا بتقول لك مراحل تسليم المشروع. فمن ضمن المراحل بيقول لك كوست استيميشن، فبيقول لك في مرحلة الاسكيماتيك عندك مرحلتين في التسعير. المرحلة قبل ما تبدأ الديزاين أصلا، قعدت أول قعدة الكلاينت قال لك والله يا باشمهندس أنا عاوز أفتح ريستورنت. هو الريستورنت ده هيبقى فيه حوالي 40 سيت، يتكلف كام يا باشمهندس تقريبا؟ طيب فبنلجأ للطريقة دي. استيميشن بير يونت أوف أوكيبنسي كوست، كوست بير باد برايس لو عندنا نيرسينج هوم، كوست بير سيت لو ثياتر أو ريستورنت، كوست بير كي لو اوتيل. طيب يعني ايه كوست بير سيت؟ كوست بير سيت معناها او خلينا في حاجه اوضح، كوست بير كي مثلا في اوتيل. يعني ايه كوست بير كي؟ هو الحقيقه مش مقصود بيها ثمن الاوضه، هو ثمن بناء الاوضه بما تحتاجه من او بنصيبها في الخدمات في الاوتيل كله. يعني الاوضه دي هيبقى لها نصيب في الريسبشن، هيبقى لها نصيب في الريستورنت، ليها نصيب في الاسانسورات الى اخره. فبتقدر من خلال كده تقول والله ان تكلفه الاوضه باحتياجاتها من الاوتيل هتبقى 1,000,000 جنيه. انا عندي الاوتيل بتاعك 200 اوضه، يعني تقريبا المشروع ده هيتكلف 200 مليون. طيب الرقم ده هل هو دقيق؟ لا هو مش دقيق خالص. هو احنا عندنا نسبه فاريشن من 20 ل 25%. يعني 200 مليون دي ممكن تبقى 250 مليون، ممكن تبقى 150 مليون. تمام؟ انت بتدي له راوند فيجر وانت بتقول له كده، انت لسه ما عملتش ديزاين، فاقول له انا ما عملتش ديزاين، لكن من خلال خبرتي المشروع ده هيتكلف حوالي 200 مليون. طيب انا عرفت منين ان الاوضه بمشتملاتها هتتكلف مليون؟ من كذا حاجه. اولا من خبراتي انا عملت اوتيلات 5 ستارز قبل كده، فباخد الافريج بتاع المشاريع اللي انا اشتغلتها في اخر سنتين مثلا، وبحسب ان والله المشروع الفلاني كان 50 اوضه اتكلف 50 مليون، المشروع الثاني كان 200 اوضه اتكلف 200 مليون. طيب فهمت ان الاوتيل الاوضه 5 ستارز بتتكلف 1,000,000 جنيه. طب انا ما عنديش خبرات كتيره، بتتابع المشاريع اللي اتعملت في الماركت تكلفتها قد ايه وعدد الغرف قد ايه. ده بتعرفه منين؟ اوقات من خلال الاعلانات بتاعه الاوتيل نفسه، بتخش تسأل الديزاينرز لو تقدر، من خلال اي يعني تحاول توصل لاي معلومه تقول لك هم بيكتبوا التكلفه. يعني يقول لك الاوتيل الفلاني اللي اتعمل السنه اللي فاتت في مراسي مثلا اتكلف 50 مليون جنيه. بمنتهى البساطه انت ممكن تكلم الاوتيل تعرف انتوا عندكم كام اوضه في الاوتيل ده. خلاص عرفت انهم 50 اوضه، يبقى كده التكلفه الاوضه بتتكلف في اوتيل 5 ستارز تقريبا 1,000,000 جنيه. انت كده عرفت التقريب الاوضه بتتكلف كده. تمام؟ فده اول طريقه اوردر اوف ماجنيتيود، ودي بتستخدمها في اول قاعده مع كلاينت. اول مره تقعد معاه هيسالك بكام، تكون انت محضر قبل ما تروح، انت عارف انه عاوزك في مشروع اوتيل 5 ستارز مثلا، فقبل ما تروح تبقى عارف التكلفه التقريبيه. طيب عملنا التصميم، يعني وصلنا لاخر مرحله في الاسكيماتيك وعاوزين نسلم بقى التسليمه الفاينل بتاعه الاسكيماتيك فيز. طيب انا دلوقتي بقى عندي ديزاين، بقى عندي بلانات، بقى عندي واجهات، بقى عندي موديل، فاقدر احصر الموديل ده. اقدر احصر الموديل ده ازاي؟ اقول الكوست بير سكوير متر للفاسيلتي ده، يعني المتر المربع في الاوتيل الفايف ستارز تكلفته مثلا نص مليون جنيه او 100,000 جنيه. فانا عندي المشروع بتاعي 1000 متر مربع، فاضرب 1000 في ال 100,000 في ال 100,000 جنيه، هيطلع لي التكلفه بتاعت المشروع. بنفس الطريقة اللي أنا عرفت بيها سعر الأوضة أقدر أعرف بيها سعر المتر، نفس الكلام اللي إحنا قلناه. هنا الموضوع هتلاقيه قرب شوية من الواقع، يعني هتلاقي نسبة الفاريشن من 15 ل 20%، يعني نسبة الخطأ بلس أور ماينس من 15 ل 20%. دي بتستخدمها في التسليمة النهائية بتاعت الاسكيماتيك ديزاين، بتسلم له الرسومات اللي إحنا قلنا عليها، وبتسلم له تقرير، التقرير ده موجود في اليونت أوف ميجر كوست استيميشن، المشروع تكلفته كذا بلس اور ماينس 20%، وبتسلم له حاجه اسمها الاريا سكادول. الاريا سكادول هت انكلود النمبر اند ارياز اوف يونتس، يعني الاوتيل ده
في كام اوضه، كمان الفوت برنت بتاع المبنى يعني اللي هو مساحه الدور الارضي، التوتال بيلت اب اريا بتاعه المبنى، الاريا بتاعه كل دور، والاريا بتاعه ايتش مين سبيس، ولامسون اريا للسيرفيس، يعني كل فراغ مهم تحط له مساحته. طب السيرفيسز، اوض الخدمات يعني الاسانسيرات، السلالم، اوض الجاربج روم، اوض الميكانيكال روم، بتعمل فيها ايه؟ لا بتاخدها لامسون، يعني تقول ان السيرفيسز في المشروع ده بتمثل 20% من المشروع اللي هي تقريبا مساحه كذا. ما بتخشش معاه في تفاصيل التويلت والحمام ده كان في كام والسلم ده كان في كام. بالنسبه للباركينج بترجع للاكواد. الاكواد بتقول لك ان الباركينج لو اوت دور العربيه بتحتاج 35 متر مربع. 35 متر مربع ده مش ركنه بس، ده شامل الطرق بالرامبات بالكلام ده كله. من 30 ل 35 اندور، لو انت هتركن تحت الارض العربيه بتحتاج من 40 ل 45. فانت بترجع للكود بتشوف ان المشروع بتاعك، احنا مثلا في الاوتيلات لو انا فاكر صح الاوضه طبقا للكود بتحتاج 0.6 سبيس، فتحسب عدد الاوض في 0.6 هيطلع لك مثلا 40 عربيه. 40 عربيه دول تضربهم لو انت باركينج تحت الارض تضربهم في 45 هيطلع لك مساحه التوتال بتاع الباركينج تحت الارض. لو انت الفالي باركينج فوق الارض بيت وتضربهم في 35 فتطلع لك الباركينج توتال اريا طبقا للكود طبقا للمتطلبات. فانت بتقدم للكلاينت الاريا سكادول، بتقدم للكلاينت كمان الفاريشن. انت الريجوليشن بتسمح لك او كود او القوانين البنى سمح لك ان انت تبني البيلت اب اريا بتاعتك 50000 متر مربع. انت في الديزاين بتاعك وصلت ل 49500 فبتكتب ده، تقول ان انا في مرحله الاسكيماتيك انا حققت لك 49500 اوت اوف 50000 بنسبه اشغال 99.5% من المطلوب. يعني انا مهدر لك نص في الميه، هيسالك النص في الميه ده هنحاول ازاي؟ قول له في المرحله الجايه انا من خلال الديزاين تطوير الديزاين هقدر يعني احقق لك النص في الميه اللي ناقصه. فكده انت تاخد افشنسي 100% من القانون بيسمح لك. تمام، يبقى الاريا سكادول الحاجات اللي قلنا عليها زائد الباركينج زائد الافشنسي اللي انت محققها بالنسبه للبيلت اب اريا المسموحه في الموقع. كده احنا خلصنا اول تسليم اللي هي تسليمه الاسكيماتيك ديزاين بتاع المشروع. انت كده سلمت اول تسليم. مع التسليمه دي انت بتاخد الفي بتاعتها. طبعا انا نسيت اقول لكم ان انت قبل ما تبدا تحط ايدك في المشروع انت بتاخد دفعه مقدمه. الدفعه المقدمه دي المتعارف عليه من 15 ل 20% من التوتال فيه. مرحله الاسكيماتيك تقريبا بتبقى 15 برضو ل 20%. فانت وانس سلمت المرحله دي اخدت ابروفال، المفروض الكلاينت بتبعت له انفويس تقول له والله انا عاوز الفلوس بتاعه مرحله الاسكيماتيك دي. خلاص اخدت ابروفال واخدت فلوسك من الكلاينت. الابروفال ده لازم يكون كتابي، مفيش حاجه اسمها كلاينت وافق. كلاينت وافق يعني مضالي على الرسومات اللي انا بعتها. ليه؟ لان الكلاينت هيجي لك في نص المشروع يقول لك لا الحته دي انا ما وافقتش عليها، فساعتها لازم يكون معاك اثبات لا انت وافقت عليها، فبالتالي لو عاوز تعدلها احنا كده بنتكلم في فاريشن بفلوس زياده. لكن انت لو ما عندكش دليل مادي ان الكلاينت وافق على الكلام ده هتضطر تعدله من غير ما تاخد فلوس زياده. فيعني ميك شور ان انت تطبع الرسومات تدي للكلاينت نسخه ونسخه ثانيه تخليه يديلك عليها ان هو موافق وتخليها معاك عشان يعني ما يحصلش مشاكل في المستقبل. طيب مرحله الديزاين ديفلوبمنت خلصنا الاسكيماتيك فيس، هنخش في الديزاين ديفلوبمنت فيس. برضه هنسلم في المرحله دي بلانز وليفيشنز وسكشن، بس في اختلافات بقى. شايفين البلان بتاع الفيلا؟ دي فيلا تانية غير اللي احنا عرضناها، بس شايفين هنا التطور بتاع البلان بقى شكله ايه؟ اولا البلان لازم يترسم كمبيوتر في المرحله دي، خلاص ما فيش حاجه اسمها فري هاند في الديزاين بقى. لازم في اكسات محاور واضحه في المشروع متوقع عليها الانشاء. لازم متوقع عندك اماكن الشباك الفتحات كلها بمقاسات مظبوطه. الفرش محطوط اوتوكاد بمقاساته المظبوطه،
الابواب محطوطه بمقاسات صح، السلالم عدد السلالم معدود، والقايمه والنايمه معروفه هتبقى كام. يعني انت دارس هنا السلالم، مش محطوطه كده انديكيشن، لا دي هتتنفس كده. فشفنا البلان بيبقى شكله ايه، شفنا القطاع بقى، الفرق ما بين القطاع اللي فات والقطاع ده، المناسيب موجوده، اسماء الفراغات، اماكن الفتحات، اسقاط مظبوط، الماتيريال التكتشر الحقيقي بتاع الماتيريال، والمفروض يكون في سهم يوصف لي الماتيريال ده، الاستراكشر سيستم بتاع السقف، شايفين الحوائط السانده رسمها هنا اهو، ومحدد المفروض سهم، محدد الماتيريال بتاع الحائط الساند ده ايه، هل هتعمله تدبيش، هل هتعمله خرسانه، وات ايفر، كل الكلام ده متحدد، الاستراكشر سيستم متحدد، الكلير هايتس متحدده. شايفين مستوى القطاع هنا كمان، القطاع ده ناقص دايمنشنز، يعني المفروض الحقيقه يحط كمان يعني يحط توصيف للماتيريالز ويحط دايمنشنز. بص الواجهات يا جماعه اهو، ده كده في مرحله الديزاين ديفلوبمنت، ده الاوتبوت بتاعها. خلاص عندنا مناسيب، عندنا دايمنشنز، عندنا التشطيبات متحدده، عندنا الفتحات محطوطه مظبوط زي ما انتم شايفين، الماتيريالز واخد اسهم وكاتب كل ماتيريال التوصيف المظبوط، مش كاتب بقى خشب، لا كاتب ان الواجهه دي التجليد بتاعها هيبقى خشب من نوع خشب تي تيك بسمك كذا، البانل كذا في كذا، ومتثبت بالطريقه الفلانيه. تمام؟ تيبيكال كونستراكشن ديتيل ورك اوت. التيبيكال كونستراكشن ديتيل هنا مش المقصود بيها التفاصيل المتعارف عليها، يعني مش محتاج ان انت تاخد له قطاع في العزل بتاع الروف، لان هو ده لو انت شغال خرسانه مسلحه العزل معروف موجود في الكود اصلا، فهو مش محتاج يشوفه، لكن هنا بتاخد تفاصيل في العناصر المميزه اللي عندك في المشروع اللي هي مش متعارف عليها. يعني بصوا المعماري هنا عامل المبنى في شكل هيكل معدني ومغطيه كله بلوفرز من كل جناب، فكان محتاج ياخد تفصيله 3 دي عشان الكلاينت يفهم التفصيله بتاعه المنطقه دي. هنا عنده كايناتيك او موفبل لوفرز، فراح واخد لها تفصيله وحتى مكبر تفصيله ثانيه ببين اللوفرز دي بتتحرك ازاي. الشبابيك هنا بتتفتح بطريقه مش تقليديه مثلا، فراح واخد لها تفصيله. يعني في المرحله دي بتاخد تفاصيل بس تفاصيل الحاجات اللي مش تقليديه. ما تتعبش دماغك ان انت تاخد له تفصيله تقليديه، تفصيله سيراميك، تفصيله رخام، التفاصيل دي اصول صناعه متعارف عليها هتطلع في الكونستراكشن دوكيمنت المرحله الجايه. لا انت بتاخد له تفاصيل، ويفضل تكون 3 دي في الحاجات اللي مش تقليديه، اللي مش متعارف عليها بشكل كبير في الكونستراكشن او مش دارجه. فلازم بقى ساعتها توضحها للكلاينت بشكل واضح جدا زي ما انتم شايفين. الماتيريال سيلكشن بورد اللي هو موضوع الخشب اللي احنا اتكلمنا عليه. احنا قلنا مش هينفع نقول للراجل ده خشب بس، يعني في المرحله الاولى انت بتقول له ده خشب وهبقى اشوف الماتيريال بالظبط توصفه، في المرحله دي لا، لازم تبقى متوصفه وجايب له سامبل كمان. اهو الخشب اللي انا قصدي عليه اهو، دي العينه بتاعته، دي اللي هتتركب في الموقع. الموكات اللي انا قصدي عليه اهو. الفينيل اهو، وهكذا. بتعمل ماتيريال سيلكشن بورد. وده هنا الابواب الداخليه اهي، شكل باب الحمام كذا، شكل باب اوض النوم اهو. ممكن كمان الناس اللي داخله اللي بتشتغل انتيرير بيخش كمان في الاف اف ان دي، الفرنشنج والفرنشر والاكويبمنتس، شكل النجفه، شكل السبوتات اللي هتتركب، وات ايفر، بيحدد له شكل كل حاجه ويجيب له سامبل منها، او لو تعذر سامبل بتجيب له الشيت او الشيت التعريفي اللي بيبقى السبلاير مطلعه للمنتج بتاعه. تمام؟ بنخش على الاستراكشر سيستم وعلى الميكانيكال الالكتروميكانيكال سيستم. في المرحله دي انت لازم تكون وصلت ل 75% من التصميم الانشائي والميكانيكا والكهرباء. بمعنى احنا في المرحله الاولى بنقول بس ان المبنى ده هيتعمل هيكل معدني في مرحله السكيماتيك ديزاين، لكن في المرحله دي لا، لازم ابقى عارف الهيكل المعدني ده شكله ايه ومكوناته ايه والدبث والمقاسات بتاعت كل عنصر فيه شكلها ايه. فبتقدم للكلاينت حاجه زي كده، ويفضل يكون محطوط عليها مقاسات، فالكلاينت كده فهم ان احنا هنشتغل هيكل معدني بجمالون، بالادي
الريجيد فريمز، ادي البيرلينز البيرلينز الى اخره. نفس الحكايه الميكانيكال سيستم والالكتريكال سيستم، عرفنا لازم هنا انت في المرحله الاولى بتقول له والله احنا هنشتغل شيلد ووتر، السيستم بتاعنا هيبقى شيلد ووتر، بس انت ولا محدد نوع الماكينات بتاعتك، ولا محدد الضغطات هتمشي ازاي، ولا محدد الفانات، ولا اي حاجه. لا، في المرحله دي لازم تكون محدد الايكويبمنتس، مقاساتها وتوصيفها، و75% من تصميم الضغطات والضغطات ماشيه ازاي، والكوردينيشن ما بين المعماري والانشائي والكهرباء والميكانيك. اهو طبعا ده بيتعامل بالريفت دلوقتي، اهو ده سكشن اعتقد متاخد من الريفت. لازم تكون وصلت للمستوى ده. طيب الكوست استيميشن، في المرحله دي انت بتقدم تقرير تاني للكوست استيميشن. طيب اسمه ايه؟ اسمه اسامبليز اور سيستم كوست استيميشن. في المرحله دي كوست استيميشن اللي هتقدمه هيبقى اكثر الدقه، وهيعتمد على السيستم، بمعنى المتر. مثلا هنقول المتر المربع من السقف. يعني ايه المتر المربع من السقف؟ يعني لو انت شغال مثلا مشروع خشبي او مشروع ستيل ستراكشر، فالمتر المربع ده يشمل من السقف، يشمل الكاميرات، ويشمل الكوريجيتد شيت، ويشمل السكاي لايتس، ويشمل العزل. يعني انت بتاخد الموضوع لمسه، بتقول ان المتر المربع من السقف شامل كل الحاجات دي هيتكلف كذا. نفس الحكايه بالنسبه للحوائط مثلا الخارجيه. الحوائط الخارجيه دي بتشمل ايه؟ بتشمل المباني، بتشمل الجي ار سي كلادينج اللي انت عامله بره بالسيستم بتاعه، بتشمل التشطيب الداخلي اللي هو مثلا محاره ودهانات مثلا. فانت بتقول ان متر مربع السيستم ده هيبقى بكذا، ما بتفصصش الموضوع زي يعني زي ما انا فصصته دلوقتي. لا، انت بتقول متر مربع الحوائط الخارجيه اللي بتشمل التجاليد وبتشمل المباني وبتشمل المحاره والدهان هتتكلف كذا. تمام؟ الفاريشن هنا بيبقى 10%. يعني انت لو قلت المشروع هيتكلف مليون جنيه، يبقى في احتمال يتكلف مليون و100 او يتكلف 900,000. وديتيلد اريا ستراكشر، في المرحله دي انت اللي بتفرق فيها بس الخدمات. يعني انت بتقول بتفصص المشروع، تقول ان احنا عندنا خمس سلالم، سلم رقم واحد مقاساته كذا في كذا وهكذا. الميكانيكال روم عندنا اربع ميكانيكال روم، اوضه لل وات ايفر للكمبرسرز، واوضه للشيلرات، واوضه لكذا، واوضه لكذا، اوضه للسبمرشبل بامب، وكل واحده كذا في كذا بارتفاع كذا. تمام؟ في المرحله دي كمان بتبتدي تعمل البي او كيو. البي او كيو غير مفصل زي ما يعني بي او كيو بالسيستم، يعني تقول متر مربع السقف يشمل كذا وكذا وكذا وكذا، تكلفته كذا. تحط الكلام ده في جدول اشبه بالبي او كيو النهائي اللي انت هتطلعه، بس بي او كيو النهائي هيبقى مختلف. احنا بس هنا بنرتب افكارنا في على الاكسل شيت عشان ما نجيش نتزنق في الاخر. تمام؟ دي مرحله الديزاين ديفلوبمنت، ودي المطالب اللي انت لازم تسلمها في نهايه المرحله دي. زي ما قلنا قبل كده، في نهايه المرحله بتاخد ابروفال كتابي على كل المستندات اللي انت سلمتها، وبتبعت الانفويس عشان يتبعت لك الفلوس عشان تكمل المرحله اللي بعدها. تمام؟ المرحلة اللي بعديها والأخيرة في الكلام اللي هنتكلمه النهاردة، مرحلة الكونستراكشن دروينج، الكونستراكشن دوكيمنت فيز. الكونستراكشن دوكيمنت هي المستندات اللي هتطرح للمقاولين. خلاص احنا دي آخر مرحلة في الرسومات بقى، هنطرح على المقاولين. طيب المفروض إن أنا أكون مطلع فيها إيه؟ مطلع فيها كونتراكت دروينجز، فول باكج لوركينج دروينج. طبعا كلنا يعني اشتغلنا في مكاتب وعارفين خلاص بقى بنطلع واجهات وبلانات وسكشن وتفاصيل، سواء تفاصيل عامه او تفاصيل خاصه في المشروع ده. مطلع كل التشطيب بتاع الارضيه، تقسيمه السيراميك وتقسيمه الرخام والى اخره، كل الرسومات اللي هو بنسميها الرسومات التنفيذيه. ديتيل بي او كيو، سبيسيفيكيشن، كونتراكتنج requirements. contracting requirements دي اللي هي contracting form، يعني شكل التعاقد مع المقاول. هل المشروع ده هيبقى cost plus؟ هل المشروع ده هيبقى lump sum؟ هيبقى remeasured؟ كل نوع من انواع التعاقد دي ليها شكل معين في العقد بتاعها، عقد المقاولات. فانت لازم تكون حاطط الفورم بتاعت العقد ده، حاطط الاجريمنتس، ودي حاجات اجريمنتس بيمضي عليها المقاول.
اللي هي بيبقى الشكل المبدئي بتاع العقد. البروجكت فورمز البرفورمنس بوند اللي هو البرفورمنس بوند ده خطاب الضمان. البيمنت بوند سيرتيفيكتس اللي انت محتاجها من المقاول يوفرها لك لو هو مثلا واخد شهادات ليها علاقه بالايزو او غيره. كونديشن اوف ذا كونتراكت الكونتراكت كونديشن اللي هو احنا في مصر غالبا بنتبع الفيدك اللي هي كل تفاصيل التعاقد الى اخره من الحاجات المطلوبه هنا في الكونتراكت الكونتراكتنج ريكويرمنت. بروكيورمنت ريكويرمنت يعني هنا بنتكلم على الماتيريال اللي هتتورد وبعض توصيف للماتيريال دي. البروكيورمنت ريكويرمنت في حاجه بتطلب من الاستشاري في اخر المشروع حاجه اسمها الجايد البروجكت جايد. البروجكت جايد ده بيبقى الاسبلت دي بيقدمها المقاول وانت بتراجعها وبتقدم شرح تفصيلي لكل المكونات بتاعه المشروع والسيستم والسبير بارتس المتوفره في الموقع الى اخره عشان لو ناس بتوع الصيانه حبوا انهم يصينوا حاجه بايظه يبقوا يفتحوا الرسومات دي ويفتحوا التقرير اللي انت بتقدمه في اخر المشروع فيعرفوا يوصلوا للماسوره اللي بايظه ومقاساتها والسبير بارتس اللي موجوده في المخازن. اليونت برايس كوست استيميشن في المرحله دي بقى بنوصل للكوست استيميشن از يونت برايس بالمتر المربع متر طولي. يعني نقول مثلا زي الحيطه الحائط الخارجي احنا قلنا في المرحله اللي فاتت بناخد سيستم برايس، هنا لا بناخد يونت برايس. يعني بتفصص الحيطه دي تقول ان الحيطه دي البند الاولاني فيها هو بند المباني بيتحسب بالمتر المكعب. التوصيف في البسيط بتاعه اللي بيتكتب في البي او كيو لان التوصيف في الادق موجود في السبيسيفيكيشن انه بلوكات اسمنتيه مفرغه 20 في 20 في 40. المتر المكعب محتاج عندي المتر المكعب بيكلف كذا، بيشتمل على المون بتاعته والعماله. الجي ار سي كلادنج الجي ار سي كلادنج هيتكون من البانل الجي ار سي زائد السيستم اللي هيتركب عليه. المتر المربع بتاعه بيساوي كذا وهكذا. الدهانات المحاره كل بند مفصل لوحده وتكلفه بتاعته بالمتر الطولي متر مربع متر مكعب حسب اليونت ميجرمنت بتاعته. وهنا الفاريشن اللي مسموح لك بيه من 3 ل 5%. طيب انا اليونت برايس كوست استيميشن دي بقدمها لمين؟ انت لما بتيجي تعمل البي او كيو ديتيل بي او كيو بتعمل نسخه بتروح للمقاولين ودي بتبقى غير مسعره لان المقاولين هم اللي هيحطوا اسعارهم. اما النسخه اللي انت بتسعرها من خلال اليونت برايس كوست استيميشن دي بتديها للمالك بس، يبقى نسخه واحده بتروح للمالك. طب المالك هيستفيد ايه من الكلام ده؟ عشان لما في مرحله البيدنج وتقييم العروض الماليه يبقى عنده ريفرنس يرجع له في الاسعار اللي المقاولين جايبينها له. انت مدي له ريفرنس ان البند ده سعره تقريبا المتر ب 1000 جنيه. فلما يجي له واحد باعت له ان المتر ب 100 جنيه يبقى الراجل ده بيهزر. او واحد باعت له ان المتر ب 100000 جنيه يبقى برضه المقاول ده بيهزر. فيقدر يعرف جديه الناس المتقدمين للبيدنج. فكده احنا خلصنا المراحل الثلاثه اللي الاي اي بيتكلم عليهم. مرحلة الاسكيماتيك، مرحلة الديزاين ديفلوبمنت، مرحلة الكونستراكشن دوكيمنت. قلنا طبعا اللي انا قلته ده مجرد بريف، يعني هو مش تفاصيل قوي بس انا بس عشان كل ده عشان نوصل في الاخر لمرحلة اسكيماتيك ديزاين فيز واللي هي هنتكلم عليها النهارده بشكل اكثر دقة، بس عشان نعرف المرحلة دي موجودة فين في المراحل وايه التسليمات بتاعتها ومقارنتها بالمراحل الأخرى عشان وانت شغال ما يحصلكش لخبطة. ما تسلمش حاجه لسه بدري عليها من دلوقتي فتخش في ديبيت ومشاكل مع كلاينت انت في غنى عنها. تمام؟ هل محتاجين ناخد راحه ولا اكمل؟ يا ريت بس بالفويس يردوا عليا بالفويس عشان انا مش شايف التكست كويس. ناخد راحه؟ أيوة. أكمل على طول؟ طيب تمام. طيب تمام، هنخش في مرحلة الاسكيماتيك ديزاين فيز.
الاسكيماتيك ديزاين فيز مكونه من ثلاث مراحل: مرحله getting and analyzing data، مرحله assumption and design decision، ومرحله shaping the building. تمام، يبقى هم ثلاث مراحل. مرحله بجمع فيها الداتا اللي انا محتاجها عشان اقدر اعمل تصميم، مرحله اخدت الداتا دي بقى بعمل لها من خلال الاناليسيس بوصل لassumption وبوصل لقرارات تصميميه، خلصت المرحله دي بخش في المرحله الثالثه اللي هي تو شيب البيلدينج، ان انا خلاص احول المعلومات، لان دي كلها مجرد معلومات كلام، احول الكلام ده بقى كله لمبنى. دي مرحله شيبنج بيلدينج. فعندنا ثلاث مراحل. نخش اول مرحله getting and analyze data. او طيب المرحله دي الشعار بتاعها انا بسميه ask the right questions to get or to receive right answers. المرحلة دي مشاكلها كتير، لان انت لو مش عارف المعلومات اللي انت محتاجها هتتوه، الكلاينت ممكن يتوهها. خلي بالك الكلاينت في الاغلب مش متخصص، هو ما يعرفش ايه المعلومات المهمة وايه اللي مش مهمة. فلو انت ما كنتش محدد معاه في الميتينجز هتلاقيه اخدك في مواضيع يقعد يتكلم فيها ثلاث ساعات انت اصلا مش محتاجها ويضيع لك وقت على الفاضي. يعني مثلا راجل عاوز يبني مول، فهتلاقيه يقول لك في التجمع مثلا، يقول لك يا باشمهندس والنبي خلي بالك لحسن انا كان عندي واحد صاحبي بنى مول في التجمع، ولما الدنيا مطرت السقف وقع عليهم ومش عارف ايه، ويحكي لك ثلاث اربع ساعات في قصص. انت مش محتاج المعلومه دي. ليه مش محتاجها؟ لان انت في كود للعزل، انت هتلتزم بالكود وهتلزم المقاول بالكود. فبالتالي دي معلومه بيسموها اصول صناعه. الاصول الصناعه انت مش محتاج ان الكلاينت يقول لك عليها، ده شغل. فبالتالي القصه دي كلها اللي هتاخد ثلاث ساعات انت اصلا مش محتاجها. فبالتالي انت قبل ما تروح الميتنج ده تبقى محدد ايه النقط اللي انت محتاج تعرفها، عشان بس الراجل ما يتوهكش وفي الاخر تطلع من الميتنج من غير المعلومات الاساسيه للمشروع. اتفضل استاذ عمر. هو في حد عمل ريزنج هاند؟ حد عاوز يسأل حاجة؟ طيب اوكي هكمل. طيب ايه المعلومات اللي انا كديزاينر محتاج اعرفها في المرحلة دي؟ اول حاجة vision of the client او بيسموه design brief. يعني ايه الفيجن؟ الفيجن بكل بساطة الكلاينت يجي يقول لك والله يا باشمهندس انا عاوز ابني مول، المول ده يبقى هاي اند ويجتذب كل البراندز العالميه. ده كده اتس فيجن. هو كده انت هو محدد لك الهدف بتاع المشروع بتاعه ان هو يعمل مول يجتذب البراندات العالميه عنده. تمام، انت كده فهمت الفيجن بتاعت الكلاينت. تاني حاجه البروجرام اوف ذا كلاينت او البروجكت كومبوننت، مكونات المشروع. المشروع مكون من 20 محل ومش عارف فود كورت وكذا وكذا وكذا. وهنا انا بديك نصيحه يعني هتشكرني عليها في المستقبل: دو نوت تراست ذا كلاينت. الكلاينت هيديك بروجرام غالبا غلط، يعني خليك واثق بنسبه 80% ان البروجرام اللي هم ادوه لك ده غلط. غلط من ناحيه ايه؟ يا اما البروجرام ده مش موافق للكود والريجوليشن، يا اما البروجرام ده مش مراعي اليوزر اكسبيرينس، يا اما البروجرام ده ناقص جدا، الراجل ولا حاطط خدمات ولا حاطط اتريوم ولا حاطط اسامبلي بوينتس ولا اي حاجه. هو قال لك انا عاوز مول 30 محل وسبك ومشي. طيب فانت ما ينفعش تاخد الكلاينت ده كلام الكلاينت على انه منزل. هو مش منزل، هو غالبا غلط اصلا. غلط. انا هقول لك يعني حاجه حصلت لي مره. كلاينت قال لي انا عاوز اعمل اوتيل في العاصمه الاداريه، الاوتيل ده الاوضه فيه ما تزيدش عن 20 متر. انا ما كانش عندي معلومات في الاول عن الاوتيلات، فقلت له طب انا هدرس الكلام اللي انت بتقوله. فتحت الكود الريجليشنز بتاعت الاوتيلات في العاصمه، لقيت ان اقل اوضه في الاوتيلات مسموح بيها 25 متر مربع. فرجعت للكلاينت قلت له البريف البروجرام اللي انت مديهولي ده غلط، انت اصلا ما ينفعش نشتغل 20 متر، احنا اقل حاجه عندنا 25 متر. تخيل بقى لو انا ما كنتش عملت كده واخدت كلام الكلاينت مسلم بيه، انا هاخد الكلام ده وانفذ. ابتديت دايزن ووصلنا للكونستراكشن دوكيمنت، جيت تاخد الرخصه، الرخصه قال لك لا والله ده انت اقل حاجه 25 متر. ساعتها الكلاينت هيغلطك انت على فكره، يعني هو الكلاينت مش هيقول لك حقك عليا انا قلت لك معلومه غلط، لا هو هيقول لك هو انت المهندس مش انا، انا قلت لك معلومه غلط انت المفروض تقول لي الصح.
فعشان كده يعني مهما كان الكلاينت فارد نفسه عليك وعامل نفسه يعني اللي بيفهم في كل حاجه، اعرف ان 90% من كلامه غلط، واتعامل على هذا الاساس. كل كلمه يقولها لك بالذات في مرحله البروجرام لازم تراجعها كويس تاني وراها. تالت حاجه محتاج تعرفها البادجت، الراجل ده مستعد يصرف قد ايه على المشروع. وطبعا لما بقول يصرف على قد ايه انا قصدي كونستراكشن، انا مش قصدي التشغيل، التشغيل دي حاجه ما تخصكش دلوقتي. انا محتاج اعرف هو مستعد يصرف قد ايه على الكونستراكشن بتاع المشروع ده. رابع معلومه انت محتاجها ريفيجن بتاعه الاكواد والريجليشن والستاندرد اللي ليها علاقه بنوع المشروع ده ومكانه، واللي ليه علاقه بالفيجن بتاعه الكلاينت. لان خلي بالكم الستاندرد بتاعه الاوتيلات الخمس نجوم غير الستاندرد بتاعه الاوتيلات النجمتين، فالفيجن بتفرق، المكان بيفرق، وتايب المشروع اوتيل مول الكلام ده بيفرق. وهنا محتاجين بس نقف ونقول ما هو الفرق بين الاكواد والريجليشن والستاندرد، لان الثلاث كلمات دول او الثلاث مصطلحات دول انت هتسمعهم كتير قوي. اولا الكود بيسبيسيفاي المينيمم ريكويرمنت للديزاين كونستراكشن فور نيو اند رينوفيتد بيلدينج اللي ليه علاقه بالسيفتي بتاعه الافراد والبروتكشن بتاعه المبنى. والكودز ار انفورسد باي لو، يعني بحكم القانون لازم تنفذها. يعني الاكواد هي بتقول لك يعني المينيمم المتطلبات اللي انت محتاجها في التصميم عشان تحقق السيفتي بتاع الافراد والبروتكشن بتاع المبنى. بنلاقي الاكواد كده فعلا، كود الحريق، كود الخرسانه، كود العزل الى اخره، اكواد كلها ليها علاقه يا اما بالسيفتي بتاع المبنى يا اما السيفتي بتاع الافراد جوه المبنى. تمام؟ والاكواد ما فيهاش كومبرومايزيشن. الاكواد لو ما التزمتش بيها مش هتاخد رخصه وما فيهاش مجال للتصالح. الريجيليشن بتبقى مرتبطه بلوكيشن معين. بديستريكت، بنيبرهود، بمدينه معينه. الريجليشن ما بتهتمش بالسيفتي والكلام ده زي الاكواد، لا هي بتهتم بالنسق التخطيطي والعمراني للمكان. يعني بتحدد لك الارتفاعات، البروزات، الردود، النسبه البنائيه، انواع المشروع او بنسميها استخدامات الاراضي، شكل اللاندسكيب، الفنس شكله، تصميم الواجهات والتشطيبات بتاعتها، الكلام ده، الحاجات اللي ليها علاقه بالنسق العمراني بتاع المنطقه. الحكومه هي اللي في الاغلب بتعمل الاكواد والريجليشنز. الريجليشن انفورس باي لو بس في امكانيه للتصالح فيها. يعني الاكواد ما فيش امكانيه للكومبرومايز فيها باي شكل من الاشكال. لكن الريجليشن ممكن تعمل، بيحصل في بلدنا بعض التعديات اللي بيبقى مسموح بعد كده التصالح فيها، دفع غرامه والدنيا بتمشي. الاكواد ما ينفعش فيها الكلام ده. ثالث حاجه الستاندردز، establish uniform guideline criteria method process and practice for a particular building or product or assembly or technology. الستاندردز دي غالبا اللي بيعملها بيبقى هيئات اهليه، يعني مجموعه من المهندسين المتخصصين في المنشات الخشبيه بيعملوا سوسايتي ويبتدوا يحطوا المعايير بتاعه البناء بالاخشاب، البراكتس او اصول الصناعه بتاعه التعامل مع الاخشاب الى اخره، زي ما شايفين البروسيس بتاعه بناء مبنى خشبي، طريقه البناء، التكنولوجيز الجديده، بيحددوا الكلام ده في كتاب ويبيعوه او يوزعوه على المهندسين المهتمين بالمباني الخشبيه. اشهرهم الاي اس تي ام، امريكان سوسايتي فور تيستنج الماتيريال، اللي مهتم بازاي توصف الماتيريال وتعمل لها تيستنج. عندنا الاشري اللي هو دلوقتي بقى كود، لكن هو الحقيقه اول ما بدا اللي هو امريكان سوسايتي فور هيتنج اند كولينج هيتنج اند اير كونديشننج، اول ما بدا لا كان ستاندرد، كان حاجه استرشاديه. في بعد كده الابل، التي ام اس الى اخره، في هتلاقي مسميات كتيره قوي، حاجات ليها علاقه بالكونستراكشن بولوشن، حاجات ليها علاقه بنوع معين من العزل الى اخره، حاجات ليها علاقه بالبلومينج. طيب الستاندرد في الاغلب يعني في الاغلب 99% نوت انفورس باي لو، يعني مفيش قانون هيجبرك ان انت ترجع لستاندرد معين. في بعض الاحيان الحكومه بتلاقي ان في ستاندردز محقق نجاحات كبيره جدا،
فبتضمه بيبقى انفورس باي لو زي الاشري في امريكا. الليد والحاجات اللي ليها علاقه بجرين اركيتكتشر، الريفرنس اللي انا جايب منه المحاضره مش ذاكرهم، بس انا وجهه نظري انهم يعني ممكن يبقوا ضمن الستاندرد، لان الليد مثلا هو بيقول لك البيست براكتس عشان تقلل استخدام الكهرباء والميه والويست جنريشن وتقلل الامباكت على السايت ناتشرال سايت وتحسن البرودكتيفيتي بتاعت الناس اللي ساكنين او بيشتغلوا في الاماكن دي. فهو بيست براكتس، فهو ممكن نقول ان هو يعتبر ستاندرد. الليد حاليا هو نوت انفورسد باي لو في معظم الاماكن باستثناء بعض الاماكن في امريكا زي هيوستن اللي هو بقى انفورسد باي لو خلاص بقى بالقانون، المبنى اي مبنى اداري تابع للدوله لازم ياخد ليد. طيب بعد كده هروح للمعلومه من المعلومات المهمه اللي محتاج تجمعها، السايت انفورميشن اناليست اللي هو المعلومات الخاصه بالسايت والاناليسيس بتاعتها. اول حاجه بالنسبه للسايت اللوكيشن والكونتكست، زي ما انتم شايفين جوجل ايرث الحقيقه سهل علينا الموضوع ده قوي. انت عرفت المشروع بتخش على جوجل وتجيب المشروع بتاعك اهو، الموقع بتاعي اهو، تشوف المباني اللي حواليا. هنا مثلا في ارت ميوزيوم اكسبانشن، في ارت ميوزيوم ريزيدنس، في دنفر بابليك لايبرري، whatever اهو المباني اللي حواليا والموقع بتاعي اهو. دي اول دراسه انت بتعملها في مرحله السايت اناليسيس جوجل ايرث. الحقيقه جوجل ايرث برضو في بعض الاماكن بيقدم خدمه 3D، فدي لطيفه جدا. هنا ممكن تاخد الكابتشر ده 3D، تحط الكتله بتاعتك حاجه ابستراكت كده اهو، دي الارض بتاعتي، الكتله بتاعتي تقريبا هتبقى هنا، والفيو بتاعها بشكل 3D من جوجل الكونتكست بتاعي. في بعض البلاد جوجل مش موفر خدمة 3D، ففي الحالة دي بتجيب الأرض وتطلع أسهم من المباني المؤثرة اللي موجودة حواليك، ومحتاج إن أنت تروح الموقع تصورها وتحطها في الدراسة دي زي ما أنتم شايفين هنا. تاني حاجة الـ accessibility to the site، مداخل المشروع ده. طب أنا عشان أعرف المشروع بتاعي حامل مداخله منين، محتاج أعرف الشوارع المحيطة، والشوارع المحيطة دي محتاج أعرف اتجاه واحد ولا اتجاهين، عرضها قد إيه، والترافيك عليها شكله إيه. أهو زي الدراسة دي، هنا بيقول لك الشارع ده الشارع الرئيسي، اتجاهين، ده شارع اتجاه واحد، اتجاه واحد، اتجاه واحد. طيب أنا دلوقتي هبتدي آخد ديزاين ديزيجن بقى، هبتدي آخد شوية قرارات من يعني دلوقتي، هقول إن أنا لو ده مول أنا هعمل مدخل للجمهور من هنا على الشارع الرئيسي. طب مدخل الموظفين اعمله من هنا ولا من هنا؟ طب انا هعرف منين؟ لازم تزور الموقع في وقت الرش اور، فهتلاقي ان المنطقه دي هنا مباني اداريه، فوقت الرش اور المنطقه سواء دخول الموظفين او خروجهم المنطقه دي الشارع ده بيبقى مقفول، فبالتالي الاحسن ان انا اخلي الموظفين بتوعي يدخلوا من هنا، الشارع ده بيبقى رايق، شارع سكني بيبقى رايق الصبح، اخلي الموظفين يخشوا من هنا. طيب التراكس بتاعت الخدمات لا اخليها تخش من هنا، ليه؟ لان التراكس مش مرتبطه بمواعيد دخول وخروج الموظفين، فالشارع ده بيبقى رايق في الاوقات اللي ما فيهاش دخول وخروج موظفين، فممكن اعمله من هنا واكمله من ورا واعمل طريق الخدمه بتاعي من هنا. تمام، فبتاخد شويه ديزاين ديسيجن من خلال حاجه خريطه بسيطه زي دي ومن خلال زيارتك للموقع. بعد كده الوذر انفورميشن اناليسيس، انا مش محتاج طبعا اتكلم كتير لان كلنا درسنا الموضوع ده في الكليه من اولى عماره، اتجاه الرياح، البريفيلينج ويندز، الشمس الشروق والغروب، والسيلوات السيركل بتاعت الشمس او السولستيس بتاعت الشمس في الصيف والشتاء، زي ما انتم شايفين بيعملوها 3D يعني بتبقى شكلها افضل وبتبقى مفهومه للمعماري والكلاينت بشكل اوضح. طبعا الوذر اللي بنهتم بيه قوي كمعماري الحراره والرطوبه والامطار واتجاه الرياح، هي دي اكتر حاجات احنا بنهتم بيها في التصميم. برضو من ضمن السايت انفورميشن اناليسيز النويز سورسز اناليسيز، وده مهم قوي 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 في بعض المشروعات اللي بتحتاج الهدوء. ايه المشروعات اللي بتحتاج الهدوء؟ مستشفى، مكتبه،
مشاريع زي دي انا موضوع ان انا اتحكم في النويز اللي داخل لي مهم، ده جزء مهم من التصميم. طيب ما انا عشان اعمل كده محتاج يبقى عندي داتا، عاوز اعرف النويز ده جاي لي منين. فبسكتش بسيط زي ده الراجل قال دي الارض بتاعتي، انا الجيران بتوعي هنا في جنينه، هنا في مالتي ستوري بيلدينج، هنا في شارع هاي واي. فمن خلال زيارته للموقع قال لك ان النويز التقيل جاي لي من الهاي واي، الجنينه مش جاي منها نويز خالص، المالتي ستوري بيلدينج اقدر اقول ان حاجه متوسطه ما بين العالي والمتوسط. طيب ده هتاخد عليه ديزاين قرارات تصميميه، يعني سكتش زي ده ممكن يقلب لك المشروع خالص. واحد يقول لا طب انا في الحاله دي بقى اخد الكتله بتاعتي هنا ليه، ابعد عن الشارع اللي هو مصدر رئيسي للضوضاء، واعمل المنطقه دي بافر زون، اعمل هنا اشجار عاليه تعكس لي الصوت، واخد المنطقه دي كلها لاندسكيب والمكتبه بتاعتي اعملها هنا. لو ده مشروع سكني مثلا، انا شفت مشروع في انجلترا كان معمول فكره حلوه قوي، الراجل راح قالب التصميم، يعني حط الخدمات بتاعته كلها حمامات وسلالم اسانسيرات هنا في الواجهه اللي على الشارع، وخلى المنطقه السكنيه الاوض كلها بتبص انتروفيرت، وعمل جناين هنا، وخلى الحيطه دي دبل وول وسوليد بتعكس الدوشه اللي جايه من الهاي واي. فبقى الواجهه اللي على الشارع سوليد، لكن المشروع كله بيبص لجوه على الجناين اللي هو عملها جوه. فده الفكر، ده الفكره دي اصلا جات له منين؟ جات له من دراسه الصوت، دراسه النويز اللي جايه له، قدر من خلال ده يعرف التصميم بتاعه وتوجيه المبنى، وحتى اختيار الماتيريال والشكل بتاع الفورم بتاع الكتله، كل ده اتكون من دراسه بسيطه زي دي. بعد كده السايد كونتور، طبعا كلنا مرينا بتجربه السايد كونتور. الدراسه دي بعملها لو الكونتور عندي مؤثر، يعني لو الارض الكونتور فيها نص متر ولا حاجه بسيطه مش مهم اعمل سايد كونتور لان خلاص ده مش مؤثر، لكن انت عندك ارض الكونتور بتاعك 4 5 متر فلا ده مؤثر. فبالحاله دي اول انا بيجي لي هيجي لك من الرفع المساحي خريطه زي دي فيها خطوط مكتوب عليها المناسيب بتاعت كل نقطه هنا، مكونه لك شكل الكونتور. انت محتاج تحول الخريطه دي لقطاع تاخد فيها سكشن، واي سترونجلي اي سترونجلي ريكومند ان انت ترسم الارض 3 دي. دلوقتي سكتش اب مع جوجل ماب بيعمل حاجه لطيفه انه بيقدر ياخد لك الارض 3 دي، يجيب لك الكونتور بتاع الارض على طول ويدخلها لك على سكتش اب. فطريقه لطيفه قوي بحيث ان انت لما تيجي تعمل التصميم تعمله على 3 دي على طول. حتى في مرحله الزوننج ابتدي انت هنا في كونتور لا جامد قوي، فبالتالي الكونتور ده هيفرق معايا في توزيع الفراغات وعلاقه الكتل بالارض. فانت محتاج وانت بتعمل زونينج اصلا تشتغل على 3 دي هنا على طول على الكونتور، ده هيخليك توصل لفكره الطف بكتير من ان انت تشتغل على 2 دي. انا عن نفسي بعمل كده، بكون مشروع فيه كونتور برسم الارض الاول، لو كونتور يعني مؤثر برسم الارض 3 دي الاول وابتدي اشتغل الزونينج على 3 دي والكتل على 3 دي على طول. بعد كده الجيوتكنيكال انفستيجيشن اللي هو الجسات. في ناس هتقول طب انا الجسات انا مالي، انا معماري، الجسات دي بتروح للانشاء مش مؤثره معايا. لا هو الحقيقه هي في بعض الاحيان بتبقى مؤثره، وانا عن نفسي يعني واجهت المشكله دي في مشروع احد المشاريع. كنا متفقين مع كلاينت ان احنا هنعمل الباركينج تحت الارض، لما جت لنا الجسات هنعمل دورين تحت الارض، اكتشفنا ان الارض صخريه، والارض الصخريه مشكلتها ان الحفر فيها منتهى الصعوبه، مكلف جدا وبياخد وقت طويل جدا، عشان احفر دورين 7 متر تحت الارض في ارض صخريه ده موضوع مرهق جدا ومكلف جدا. فلما عملنا حساباتنا ومن قبل ما نبتدي التصميم اكتشفنا ان احنا لو عملنا مبنى ملحق بالمبنى الرئيسي مالتي ستور بيلدينج للباركينج هيكلفنا ارخص من ان احنا نحفر، او تقريبا نفس التكلفه بتاعت الحفر بس في وقت اقل. فاخدنا ديزاين ديسيجن من قبل ما نصمم ان احنا هنعمل الباركينج بتاعنا فوق الارض مبنى متعدد الطوابق، من غير ما نبتدي تصميم، يعني مجرد ما شفنا الشيت ده اخذنا قرار تصميمي من غير حتى ما نحط شفافه على الارض، اخذنا قرار تصميمي خلال تقرير زي ده. فالجيوتكنيكال مهم ان انت تاخد فكره عنه، يعني مش كل مره هيبقى مؤثر معاك لكن خد فكره لما يجي حاول تقراه بسرعه وتشوف هل هو فعلا مؤثر ولا لا، افوته بقى للمهندس الانشائي هو اللي يتعامل فيه ماليش دعوه.
بعد كده الانفايرمنتال كونديشنز بتاعت الارض بتاعتي. يعني الحقيقه مهم جدا ان انت تشوف الارض بتاعتك هل هي سنسيتيف لاند ولا لا. سنسيتيف لاند يعني ارض محميه طبيعيه فيها انواع اشجار نادره، ارض بتطل على ووتر بوديز سواء بحار او انهار، فده هيتتبع يعني هيتسبب ان انت ممكن تغير شكل التصميم بناء على الدراسه دي. يعني مثلا انا خدت ارض اكتشفت ان فيها شجره معمره من 300 سنه، شجره نادره، المنطق بيقول ان انا ما اقطعش الشجره دي، ان انا التصميم بتاعي يتعمل حوالين الشجره دي استفيد بيها في الموقع. الموقع بتاعي لقيت فيه مبنى اثري، اول حاجه ما كسرش المبنى احاول استفيد بيه. الموقع بتاعي اكتشفت ان هو براون فيلد، براون فيلد يعني ارض ملوثه، ارض ملوثه ممكن كانت مقلب زباله، كانت مصنع كيماويات، حاجه زي دي مهمه جدا ولازم الفت نظر الكلاينت ليها، لان تطهير الارض دي مكلف. في بعض الدول بتدي انسنتيف للي يطهر ارض ملوثه، فانت لازم تقول له خلي بالك الارض بتاعتك دي فيها كيماويات محتاجه تطهير، مش هينفع نبني عليها على طول. فهو بيروح للحكومه يقدم التقرير ده والحكومه بتدي له انسنتيف، ممكن تدي له منحه عشان يطهر الارض. حاجه اخيره ان انت لو الكلاينت جالك وقال لك والله يا باشمهندس انا عندي مبنى قديم كده في الارض عاوز اهده وابني مبنى مكانه، قبل ما تقول له تحت امرك يا باشا هنهد المبنى، يعني بستاذنك روح شوف المبنى، ممكن المبنى ده يكون مبنى اثري وهو الراجل ما يعرفش او يعرف وبيستهبل. فانت كمعماري ممكن تشوف ان المبنى ده ممكن يتعمل له ريهابيليتيشن ورينوفيشن، زي المثال ده، مبنى اثري الراجل هنا عاوز يعمله مول، راح كل الموضوع راح مركب له سقف سكاي لايت واكيد عمل رينوفيشن داخلي وحوله المول، بس حافظ على السكن الخارجي بتاع المشروع، حافظ على الاثر. على فكره الكلاينت مش هيضايق منك لو قلت له كده، لو قلت له بص احنا انا ممكن ما هديلكش المبنى ولا حاجه، انا ممكن استفيد بالمبنى اللي موجود واطوره ونعمله مول زي ما انت عاوز، وده هيتكلف اقل بكتير جدا، وفي نفس الوقت انت حافظت على التراث وحافظت على الانفايرمنت. حافظت على الانفايرمنت ليه؟ لان انت التكسير بيتسبب بولوشن وبيطلع دبليز من الموقع، بتعمل بولوشن ويست. تاني حاجة ان انت عشان تصب المبنى من الاول ده اهدار للخرسانة والاسمنت، اهدار للريسورسز، لكن ان انا اعيد احياء مبنى قديم اعمله ريهابيليتيشن ده موفر اقتصاديا ومفيد للبيئة، وقد يكون مفيد للتراث من الناحية التاريخية او التراثية والحفاظ على الايمج بتاع المدينة. فارجوك ما تسمعش كلام الكلاينت يقول لك يا باشمهندس تعالى هد لي المبنى ونبني مبنى، فانت من غير ما تروح الموقع تروح تقرر تزيل، لا، لما يقول لك كده قول له طب انا عاوز ازور الموقع وشوف المبنى اللي هو عاوز يهده ده شكله ايه، ممكن يكون مبنى جميل جدا على فكره، فتطلع لك فكره ان انا لا ده انا اعمل له ريهابيليتيشن وهطلع تحفه معماريه منه زي ما انتم شايفين هنا. الجزء اللي جاي ده المعلومه دي للريزيدنشال فيلا بالذات، ده بسميها ريزيدنشال فيلا سبيشال ريكويرمنت. الفيلل المباني السكنيه بالذات الفيلل ليها علاقه كبيره جدا باللايف ستايل بتاع الكلاينت، ودي حاجه انت مش هتقدر تبريدكت، يعني مش هتقدر تتوقعها، ما تعملش ليها انتسبيشن، انت تساله فيها. من ضمن الاسئله اللي بتسالها لما تيجي تعمل تصميم فيلا المطبخ، عاوز المطبخ امريكان كيتشن ولا كلوز كيتشن؟ ده سؤال مهم قوي. ليه؟ لان انت المعلومه دي انت ما ينفعش انت اللي تقررها، دي لازم الكلاينت هو اللي يقررها. كان برضو مشروع سالت كلاينت قال لي بص يا باشمهندس انا مراتي ما بتعرفش تطبخ اصلا، فانا المطبخ ده انا عامله حاجه فانتزيه، احنا بنطلب دليفري، عامله حاجه شكلها حلو فخليه امريكان كيتشن عشان نوسع الريسبشن. فانا معلومه زي دي كنت هعرفها منين لما كنت سالته ان مراته ما بتعرفش تطبخ؟ فدي حاجه مرتبطه باللايف ستايل بتاعه، فلازم تساله عاوز الليفنج روم مفتوحه كده ولا عاوزها اوضه مقفوله، عاوز سويمنج بول ولا مش عاوز سويمنج بول، عاوز الروف يبقى مستخدم ونعمل روف جاردن ولا ما نعملش. دي اسئله الكلاينت لازم هو اللي يجاوبك عليها، انت ما ينفعش تاخد قرار في حاجه زي كده من غير ما تسال الكلاينت. التوجيه ما فيهوش محفوظات في الفيلا، في ناس بالنسبه لها الفيو بتاع اوضه النوم اهم من التوجيه بتاع الاوضه،
يعني انت ممكن الفيو يبقى جاي لك في الغرب، فالغرب احنا كلنا عارفين ده توجيه سيء، لكن هو الفيو موجود في الغرب. فانت بتسال الكلاينت تحب اوضه النوم على الغرب شايفه الفيو ولا احطها لك بحري؟ فهو ممكن يقول لك لا انا الفيو بالنسبه لي اهم من التوجيه، فخليها على الفيو واعمل لي معالجات في الواجهه بحيث ان احنا نعالج التوجيه الغرب. او واحد تاني يقول لك لا انا مش مهم بالنسبه لي الفيو، انا عاوز بس الاوضه تبقى بحري يخش لي هواء حلو منها. فقرار التصميم في حاجه زي كده بيرجع للكلاينت ما بيرجعلكش انت. انا هنا بتكلم على الريزيدنشال فيلاز بس، المباني العامه لا قصه مختلفه. المباني العامه ليها ستاندردز وخبرات انت عارفها وما بتتغيرش بتغير الكلاينت، توجيه المبنى الكلام ده كله لا دي محفوظات. لكن الفيلل بتتغير بتغير الكلاينت لانها مرتبطه ارتباط وثيق بحياته الشخصيه واللايف ستايل بتاعه. نخش على مرحله الاسامبشن والديزاين ديسيجن. المرحله دي انا بقول فيها ان انت يو ار ذا اركيتكت يو ار ذا اكسبرت، انت الاكسبرت. لازم تفهم كده ان الكلاينت جايبك عشان انت اللي تقول له المعلومات الفنيه، انت اللي تحلل المتطلبات بتاعته. مش كل حاجه يقولها كلاينت تبقى صح، ومش كل حاجه يقولها كلاينت تبقى غلط. اي حاجه يطلبها منك كلاينت ادرسها الاول، وبعد كده ارجع اقول له اه الكلام ده ابليكابل او الكلام ده غلط، الكلام اللي انت بتقوله ده غير مطابق للكود، الكلام اللي انت بتقوله ده هيعمل يوزر اكسبيرينس سيء جدا ومش هيبيع. انت الاكسبرت، انت الاستشاري بتاع الكلاينت اللي هو بيثق فيه، فلازم تمده بالمعلومات اللي هو محتاجها. طيب اول حاجه بعملها في مرحله الاسامبشن ريفيجن اوف ذا كلاينت فيجن بيزد اون ذا كولكتد داتا. الكلاينت جالك بفيجن قال لك والله انا عاوز اعمل المول هاي اند واجيب فيه اكبر الشركات العالميه واكبر البراندز. تيجي انت كديزاينر تشوف الموقع تلاقيه واخد الموقع في منطقه شعبيه فقيره. فده معناه ان الفيجن بتاعه مستحيل يتحقق. مين البراند اللي هيروح يفتح في مول موجود في منطقه شعبيه او منطقه فقيره؟ فانت الامانه تقتضي ان انت تروح للكلاينت تقول له والله الفيجن بتاعتك لا تتطابق مع الارض اللي انت مديها. فيا اما نغير الفيجن يا اما نغير الارض، يا اما تشوف لنا ارض ثانيه وتقول له مواصفات الارض اللي تحقق الفيجن بتاع المشروع ده. تمام؟ ثاني حاجه ريفيجن اوف ذا كلاينت بادجت بيزد اون هيز فيجن. البادجت دي دايما بيبقى فيها مشكله، هو قايل لك المشروع ده انا عاوز اكلفه 20 مليون، انت تيجي تعمل الاستيميشن المبدئي اللي قلنا عليه تلاقي ان المشروع يكلف 100 مليون. فلازم تقول للكلاينت تقول له خلي بالك 20 مليون ده مش هينفع، انت المشروع ده اقل حاجه 100 مليون. فهو كلاينت هو اللي ياخد القرار بقى، يشوف يا اما يغير المشروع يا اما يروح ياخد قرض من البنك، يعني يشوف هو عاوز يعمل ايه. لازم تبقى امين مع كلاينت، لو ما كنتش امين معاه سمعتك هتبقى وحشه في الماركت. فلازم لو عندك معلومه لازم تحللها وتروح تقول للكلاينت النتيجه اللي انت وصلت لها. بعد كده ريفيجن اند ديفلوبينج اوف ذا بروجكت بروجرام. انت عندك بروجرام، احنا اتفقنا ان الكلاينت اداك بروجرام غالبا غلط، فانت بترجع تدرس البروجرام بيزد على الريجليشن وبتاعه طبيعه المشروع وبيزد على رؤيتك وخبراتك. فالبروجرام اللي انت هتطلعه لازم يكون بروجرام مفصل، يعني حاجه زي كده اوريجينال اركتكتشر بروجرام. اللوبي عندي هيتحط في دور واحد، ده معمول للبرسونال للموظفين. عندي لوبي واحد مساحته 1000 سكوير فيت بيمثل كام في الميه من المشروع. المين اكزيبيشن عندي هحطه في دور واحد غالبا ده متحف او حاجه كده للفيزيتورز. عندي 1000 اكزيبيشن، الواحد مساحته 300 سكوير فيت يبقى 30000 سكوير فيت بيمثل كام في الميه من المشروع، وهكذا. بفصص المشروع حته حته، حتى الحمامات، حمامات الرجال محتاجها في الدور الاول والدور الثاني. هتبقى محتاج 4 حمامات، الحمام كذا الى اخره. ده البروجرام، ده اسمه اركيتكتشرال بروجرام. ممكن يبقى حاجه يعني ده مشروع صغير قوي، لكن لو مشروع كبير هتلاقي الموضوع هنا كبير قوي. كمان تلاقيه بيكتب شويه ملاحظات، انا الاوضه دي محتاجها اليفيتد سين، الاوضه دي محتاج الشمس تخشها، الاوضه دي تبقى معتمه، وهكذا يكتب شويه معلومات. طيب جبنا عملنا البروجرام
مظبوط متفصل، نعمل له حاجه اسمها الماتريكس دياجرام. الماتريكس دياجرام اللي هو العلاقات الوظيفيه او الماتريكس بتاع العلاقات الوظيفيه. ايه علاقه كل عنصر من عناصر المشروع ده بالعنصر التاني؟ هنا اوتيل مثلا، فبيعمل لك الماتريكس ده ويعمل لك هنا كي، الكي الاصفر ماست بي، الازرق شود بي، الاسود وود بي، الابيض مفيش علاقه خالص. فهتلاقي الريسبشن هتلاقي علاقته بالبار واللونج علاقه قويه جدا. It must be يعني فراغين، يا اما يبقوا فراغ واحد كبير يا اما يبقوا لازمين في بعض. هتلاقي حاجات تانيه اقل، هتلاقي حاجات تانيه علاقات بسيطه، هتلاقي حاجات تانيه ما فيش ما بينهم علاقه اصلا، زي الروف ترس والفيتنس سنتر، فراغين ما لهمش اي علاقه ببعض اصلا. فده هيفيدك بعد كده لما تيجي تعمل زوم كل عناصر المشروع وتحطها في ماتريكس وتبتدي تطلع العلاقات ما بين كل الفراغات بالمنظر ده. الماتريكس ده بعديه هتيجي للخطوه اللي بعد كده، انت عرفت العلاقات الوظيفيه، طب ما تيجي بقى الماتريكس ده نحوله رسمه. نجيب الارض بتاعتنا، سي ان ده المربع ده حدود الارض، وابتدي ارسم الفراغات بشكل بابلز اوت اوف سكيل. انا اول سكتش دايما بعمله اوت اوف سكيل جوه الارض. الشوبينج ده علاقته بالباركينج، علاقته عندي هنا مشروع ميكس ديوز، فالشوبينج عاوز افصله عن الاوتيل، هيبقى ليه علاقه بالبار مش عارف ايه، هيبقى بعيد عن الدبليو سي زي اللي هو عنده هنا كده، او هنا يمكن اوضح. البرفورمانس سبيس هيبقى جواها سيتنج وستورج وكذا، وهتبقى ملاصقه لاوضه للاستوديو، وهتبقى ملاصقه لاوضه ثانيه، والاستوديو ده هيبقى ملاصق للكونسلتنت روم. الكونسلتنت روم دي هيبقى جواها كذا وكذا وكذا زي ما انتم شايفين. في ناس بتعمل حاجه اظرف وانا بحبها قوي، بيروح شغال على الارض فعلا، يعني يروح جايب الارض من جوجل ويعمل الزونينج ده على الارض على طول، ويعمله بشكل واضح، ويحط الكونسترينتس بتاعه المشروع كلها على الارض. يعني يحط اتجاه الرياح، المداخل والمخارج والشوارع اللي حوالين المشروع، النويز، يحط كل الكلام ده على شفافه واحده، بحيث ان انت لما تاخد قرار تصميمي تبقى عارف انت بتحط الفراغ ده ليه هنا، بتحطه عشان يبقى جنب المدخل ويبقى في اتجاه الشمال ويبقى بعيد عن النويز مثلا، فبتاخد ديسيجن مظبوط. بعد كده الدياجرام الاولاني عملناه حاجه كده في الهباله اوت اوف سكيل، لا المرحله اللي بعد كده ريفاين دياجرام، لا الدياجرام ده بقى لازم يتحول من شويه دوائر لمربعات. المربعات دي يكون لها فوليوم وبسبيس مظبوط، يعني بمقاسات مظبوطه، وابتدي ارسمها في شكل اقرب للكلام زي ما انتم شايفين هنا. الدور ده الدياجرام بتاعه، الدور ده الدياجرام بتاعه، وهكذا. ثلاثة دياجرام، وانا بفضل يتعمل 3D، يعني تبقى شايف الفوليوم، يعني مش بس شايف الاريا، تبقى شايف الفوليوم. عشان انت ممكن في ال2D يبقى خادع لو انت لسه خبرتك قليله، فترسم حاجه في ال2D وتقول ارتفاع الاوضه دي هيبقى 10 متر، تيجي ترسمها في 3D تلاقي شكلها غريب جدا. فيفضل ان انت في الدياجرام الريفاين تحط الفوليوم بتاع الفراغات مش بس الاريا بتاعت الفراغات. تمام؟ احنا كل ده لسه ما عملناش مبنى يا جماعه، كل ده دي معلومات، ده كله تحليل لمعلومات، لسه ما فيش مبنى. كلها تحليل لمعلومات وديزاين ديسيجن، قرارات تصميميه، لكن ما فيش كتله، ما فيش مبنى. هو هنا اخذ قرار انه هيعمل كورت. ده قرار تصميم، بس هل الكورت لازم يبقى مربع؟ ما ممكن يبقى مدور. ممكن الكورت ده لا يبقى باصص على بره واشيل حته من الاوفيس. يعني ده لسه قرارات تصميميه مبدئيه. 3 دي زونينج لو مشروع معقد جدا جدا يفضل الزونينج تعمله بالطريقه دي. اللي انت شايفينها دي. الكونفرنس اهي، الثياتر اهي، وادوار راكبه فوق بعض. واخر حاجه في المرحله دي مرحله المود بورد. المود بورد دي ايه اهميتها؟ انت في كل اللي فات ده قدرت تجيب المعلومات المهمه، قدرت تحلل المعلومات المهمه وتوصل لديزاين ديسيجن، لكن احنا لسه ما وصلناش لشكل المبنى. كل دي مجرد معلومات، كتابات ودايجرامز على الورق. طب المبنى ده هيبقى شكله ايه؟ الكلاينتس لازم تعرف انهم بنسبه 90% مش مهندسين، وبنسبه 100% مش عارفين انواع الستايلز من بعض. فالمود بورد ده بيختصر لك كتير. هنا مثلا بنديك مثال
لواحد بيبني فيلا، فالمعماري عمل له ثلاثه مود بورد، ادي المود بورد الاولاني وادي الثاني وادي الثالث. المود بورد الاولاني عمل اخذ الستايل الالترا مودرن، المود بورد الثاني كونتمبري، والمود بورد الثالث ميديتيراني، ووريهم لكلاينت. فكلاينت لما يشوف يقول اه والله، لا الله الارشاد دي شكلها حلو قوي، القرميط ده جميل، انا بحب قوي القرميط ده. فانت كده فهمت ان الراجل ده عاوز ميديتيراني. لو انت قلت الكلام ده بوقي، هو الراجل غالبا ما يعرفش يعني ايه ميديتيراني اركتكتشر، فمش هيبقى فاهم. مره جالي كلاينت قال لي بص يا باشمهندس، انا عاوز اعمل فيلا مودرن في التجمع. فانا قلت طيب، ابتديت اشتغل له الترا مودرن، مكعبات ومسطحات ازاز ولوفرز. فجاء لما شاف قال لي ايه القرف ده يا باشمهندس، انا عاوز مودرن اللي هي فيها برامج دي وقرويت، اللي هي الحاجات الجديده اللي بيعملوها في التجمع. هو ربط احياء العماره الكلاسيكيه بانها عماره دي، ان ده المودرن، ان احنا نبني برامج لان هم لسه بيبنوها دلوقتي، حاجه جديده بنشوفها في التجمع. فافتكر ان طالما هي حاجه بتتعمل لسه دلوقتي يبقى هي مودرن، او ما يعرفش ان البرامج دي بقى لها 1000 سنه بيبنوها. فهو العماره النيو كلاسيكيزم فهم انها مودرن اركتكتشر، هو ما يعرفش. فانا اتعلمت من يومها ان انا اعمل مود بورد، فافهم الراجل ايه اللي لفت نظره، وكده انا فهمت هو عاوز اني ستايل. تمام؟ هل محتاجين نقف نريح شويه ولا تحبوا نكمل؟ يا ريت حد برضو، انا مش شايف التكست، فيا ريت حد يفتح المايك بس يقول. نكمل ان شاء الله. طيب ماشي، هنخش على المرحله الاخيره والاهم، واللي بتفصل ما بين معماري شاطر، معماري مشهور، معماري علني، معماري محلي، معماري محدش يسمع على اسمه. المراحل اللي فاتت كلها يا جماعه دي مراحل ممكن نقول انها اي مهندس فاهم شغله لازم يعملها، يعني ما اي معماري لازم يعمل الدراسات اللي احنا قلنا عليها. لكن هل معناه ان هو معماري مبتكر؟ لا، دي خطوات سيستماتيك بنحفظها. مرحله الابتكار شيبينج ذا بيلد، تايم فور كريشن، انا بسميها مرحله كريشن، مرحله الابداع. طيب عشان تعمل شيبينج لبيلدينج لازم يكون عندك فكره، يو هاف تو هاف ان ايديا، سو يو هاف تو انسر ذا فولوينج. عشان يجي لك فكره لازم تجاوب على الثلاث اسئله دول. From where can I get an idea، اللي هو بنسميها source of inspiration، اجيب الفكره دي منين. What is the idea project، اللي هي بنسميها project team، ايه هي فكره المشروع. How to convert this abstract idea into a building، اللي هي بنسميها الكونسبت، ازاي احول الفكره الابستراكت اللي هي عباره عن كلمتين احولها بقى لمبنى، ده بنسميه الكونسبت. استاذنكم بس دقيقه كده. From where can I get an idea، اللي هي عندنا ثلاث حاجات، source of inspiration، project theme، concept. source of inspiration اجيب الفكره دي منين، project theme ما هي فكره المشروع، concept ازاي احول الفكره الابستراكت دي لمبنى. هما دول الثلاث مراحل بتوع الشيبينج ذا بيلدينج، اتمنى تكون واضحه. طيب خلينا نبعد عن الهندسه شويه ونتكلم في الادب عشان نفهم الفرق ما بين سورس اوف انسبريشن وثيم وكونسبت. نجيب محفوظ لما جه يالف الثلاثيه، لو سالنا نفسنا ايه هو مصدر الالهام بتاع الثلاثيه، اول حاجه بتاع معظم شغل نجيب محفوظ بما فيها الواقعيه السحريه، يعني حتى لما جه يقلد بتوع امريكا الجنوبيه ويكتب الواقعيه السحريه كتب اولاد حارتنا. فنلاحظ ان الحاره المصريه هي مصدر الهام نجيب محفوظ في معظم رواياته. طيب لو جينا للثلاثيه بقى، ايه هي فكره الثلاثيه وهي الثيم بتاع الثلاثيه؟ سبوتنج يعني القاء الضوء على حياه المصريين في الحاره في بدايات او مطلع القرن العشرين، هي فكره الروايه كده، عاوز يلقي الضوء على حياة الناس في الحارة المصرية في بداية القرن العشرين. طيب الفكرة دي فكرة جميلة بس abstract، مجرد فكرة abstract، ازاي احول الفكرة دي لأحداث وشخصيات ولرواية، ازاي احولها لرواية؟ جات له فكرة جميلة قوي اللي هي concept بتاع الرواية، انه يحكي الدارس اليوميات بتاعة أسرة مصرية متوسطة عايشة في حارة في بداية القرن العشرين. فشوف ازاي تحول من الثيم للكونسبت، الثيم الفكره العامه، الكونسبت ايه ازاي اللي هي الطريقه اللي بحول بيها الفكره العامه
لرواية عن طريق انه يقول لنا اليوميات بتاعت السيد اللي متجوز امينه اللي مخلفين مش عارف 4 عيال وقصه حياه كل عيل كل يوم، يعني اليوميات بتاعت اسره مصريه عايشه في الحاره في بدايه القرن العشرين. هل كده واضح الفرق ما بين السورس اوف انسبريشن مصدر الالهام وما بين الثيم وما بين الكونسبت؟ نقدر نفهمه من خلال بشكل واضح من خلال روايات نجيب محفوظ. نرجع للعمارة تاني. واحد من أشهر المعماريين في العالم، وهو أنا بعتبره هو أعظم معماري جه في تاريخ أمريكا المعاصر، يعني فرانك لويد رايت. فرانك لويد رايت لو حللنا مشروعاته وحللنا حتى شخصيته المعمارية هنلاقي ليه 3 مصادر للإلهام. أول مصدر الناتورال انفايرمنت، الطبيعة. المصدر الثاني الجابانيز، الطبيعة، وده الحقيقة ليه قصة جميلة هقولها لكم. تاني حاجة الجابانيز تراديشنال اركيتكتشر. تالت حاجة refusing contemporary architecture اللي في بلده في الوقت اللي هو بدأ فيه الكارير بتاعه، يعني العمارة المعاصرة اللي كانت موجودة في أمريكا في نهايات القرن ال19 وبداية القرن ال20، اللي هي كانت عبارة عن نقل للطرز المعمارية الإنجليزية الجورجيان والجاكوبيان والفيكتوريان وحتى النيو جوثيك. كان الأمريكان ما لهمش هوية لسه، فكانوا بيعملوا ريبليكا نقل للقصور والفيلا اللي مبنية في إنجلترا ويحطوها في بلادهم، مع ان الثقافه الامريكيه مختلفه، الجو في امريكا مختلف، طبيعه الكونتكست مختلف. انجلترا بلد صغيره محدوده، امريكا بلد شاسعه، الطبيعه فيها مختلفه وجميله جدا والاراضي واسعه، فبالتالي انا ليه احكم نفسي ان انا ابني مباني جوثيك الفتحات فيها رفيعه، يعني انا يبقى عندي فيو تحفه وجو جميل واقفل على نفسي بفتحات رفيعه. فدي من الحاجات اللي كانت بتنرفز جدا فرانك لويد رايت، وهي كانت مصدر الهام او ممكن نقول انجن لي في انه يخترع اللي بنسميه البريري هاوس او البريري هاوس. فبالتالي فرانك لويد رايت كان مصدر الهامه الاول الطبيعه. طب الموضوع ده جه منين؟ فرانك لويد رايت وهو صغير كان عمه كان بياخده كل صيف يقعد معاه في الفارم بتاعته او في المزرعه بتاعته، كان بيقضي الصيف في المزرعه. هو كان بيحب الرسم، فكان يجيب السكتش بوك بتاعه ويقعد يرسم الاشجار والصخر والى اخره. فمن هنا وجدانيا اتعلق بالطبيعه وبالذات الطبيعه الامريكيه، وظهرت بعد كده في شخصيته المعماريه في مشاريع كتير هنشوفها طبعا. طيب نبتدي نحلل شغل فرانك لويد رايت. لو قلنا علاقة فرانك لويد رايت بالجابانيز اركيتكتشر واضحة، ده مبنى فيلا روبي فرانك لويد رايت على ما اعتقد، ده فيلا روبي لو انا مش غلطان، وده احد المباني تراديشنال في الجابانيز اركيتكتشر. بصوا ازاي الراجل متأثر بالخطوط الافقية بتاعت الجابانيز اركيتكتشر. بصوا واخدها هي البيتش دروف، واخده هو طبعا في عناصر هو ما خدهاش اللي هي عناصر اللي ليها علاقه بالاساطير بتاعتهم والكتابات، هو ما خدش الكلام ده، لكن هو واخد السكلتون بتاع المبنى. حتى الشبابيك، شايفين الشبابيك الافقيه دي؟ واخد نفس الفكره هنا. طب هو ليه فرانك لويد رايت اختار الجابانيز اركيتكتشر بالذات؟ يعني فرانك لويد رايت كانت مشكلته مع العماره اللي موجوده في امريكا انها ما بتوفرش اضاءه طبيعيه للفراغات. النيو جوثيك مثلا الفتحات رفيعه قوي فما بتدخلش اضاءه، فابتدى يطلع على العماره العالميه وابتدى يشوف ايه الحضاره اللي فيها اهتمام بالاضاءه الطبيعيه. فلقى الحضاره اليابانيه، اليابانيين في بيوتهم بيهتموا قوي بفكره ان الفراغات كلها تبقى متنوره كويس، الشمس بالنسبه لهم عنصر مهم جدا في التصميم الاضاءه الطبيعيه. فانبهر بعمارة المساكن، عمارة البيوت التقليدية في اليابان، وحتى أخذ منهم شكل الشبابيك اللي هم بيعملوها عنده عشان يوفر أكبر قدر من الإضاءة الطبيعية زي ما أنتم شايفين. تاني source of inspiration أو أول source of inspiration natural environment، طبعا ده بيبقى واضح جليا في مشروع جوجنهايم ميوزيوم اللي كلنا درسناه في الكلية، اللي هو واخد الفكرة من الشال دي بتاع الصدفة. طبعا لما تفتحوا الكتب مش هتلاقوا كل الناس بيقولوا الموضوع ده، يعني في ناس انكروا ان ده سورس اوف انسبريشن للمشروع ده، في ناس بياكدوا ان ده سورس اوف انسبريشن، لان هو فرانك لويد رايت ما قالش ان ده السورس بتاعه. فانا عن نفسي من الناس اللي شايف ان ده
كان السورس اوف انسبريشن بتاع الكتله دي. هي جت من الشكل ده، ومش جت من الشكل ده بس، داخليا وخارجيا. نرجع للاختراع اللي عمله او النهضه المعماريه اللي عملها فرانك لويد رايت في امريكا باختراعه ما يسمى البريري هاوس او المنازل الامريكيه، منازل الريف الامريكي. هنلاقي ان هي عملت ثوره في العماره في امريكا، ودي نتجت عن غضب. يعني فرانك لويد رايت مصدر الهامه ان هو اللي خلاه يخترع الكلام ده، ان هو مش عاجبه اللي حاصل في بلده. فالموقف السلبي بتاعه ده قدر يحققه لموقف ايجابي يغير شكل العماره في قاره كامله. وده اللي انا نفسي يعني الناس في بلادنا يعملوه. انت كمعماري مش شغلتك ان انت تقعد طول النهار تنتقد وتصرخ وتصوت على الفيسبوك، دي مش شغلتك، دي شغلانه غير المتخصص. انت راجل مهندس متخصص، شغلتك ان انت تغير بعلمك. شفت مشروع اسكان الحكومه عاملاه مش عاجبك، بدل ما تقعد تتريق وتعمل كوميكس، لا هات الارض وابتدي حط مقترحك انت المشروع الاسكان يبقى شكله ايه. تمام، هو ده دورك كمهندس معماري، واطرح الفكر بتاعك على الفيسبوك وقول يا جماعه انا شفت مشروع الحكومه غلط وادي الصح اللي انا بقترحه. لو المشروع بتاعك حلو هتلاقي الناس بتعمله شيرنج، ممكن يوصل لمسؤول ممكن ما يوصلش، بس اتليست انت عملت اللي عليك. وانت ما بتتعلمش في الكليه 5 سنين عشان في الاخر تطلع تعمل كوميكس. الكوميكس والحاجات التريقه دي لغير المتخصص، انت راجل متخصص، لغتك هي لغه الرسم، لغتك هي العلم. وده اللي فرانك لويد رايت عمله هنا، شاف المباني في بلده مش عاجباه، قدم للناس البديل، قال لهم يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده غلط والصح بتاعه اهو اضاءه طبيعيه. عمل اختراع فكرة الفاير بليس تبقى في نص البيت، قال الفاير بليس دي هي قلب البيت. انتوا عارفين الانجليز دايما بيحبوا الفراغات المقفولة، او في الوقت ده يعني يعملوا فراغات مقفولة ويحطوا الفاير بليس في ركن او على حيطة ويعملوا كنبتين جنبها. فجه فرانك لويد رايت قال لك ان ده لا يتناسب مع ثقافة الامريكان، الامريكان بيحبوا المساحات الواسعة. فراح فاتح الفراغات كلها على بعض، والفاير بليس بدل ما كان جزء من الحيطه لا، قال لك انا هحط نص البيت واعمل الفرش حواليه. الفاير بليس بقى هو قلب البيت زي ما انتم شايفين. It's a heart of the house، هو كان بيقول كده. فاير بليس It's the heart of the house، هنا وهنا. فشوفوا يا جماعه الراجل الايجابيه ممكن تعمل ايه؟ الايجابيه الموقف الايجابي بتاع فرانك لويد رايت حوله لاهم واحد من اهم المصممين في التاريخ الحديث. مجرد ان هو ما اكتفاش ان هو يتريق او يبدي استياءه، لا هو شاف الغلط وصلحه، قال لهم ده الصح. وعلى فكره فرانك لويد رايت اتواجه بنقد شديد جدا في بدايته، وكان الناس بتتريق عليه. ووصل الموضوع ان البنوك اللي هي بتاعت القروض العقاريه كانت بترفض تمويل المشاريع اللي هو مصممها، لان هم كانوا شايفين الافكار بتاعته دي افكار غير عمليه وانها بتشوه شكل العماره في امريكا. لكن مجرد ما عمل واحد فيلا واثنين، الناس دخلت الفيلا دي لقيتها حاجه وهميه فيها اضاءه فيها مساحات واسعه، الناس اقتنعت بافكاره وبقى البريري هاوس هو الترند فتره. يعني بنتكلم لحد الستينات في امريكا في الريف الامريكي بيبنوا بالستايل بتاع فرانك لويد رايت. فشوف موقف ايجابي حول مهندس صغير ما حدش يعرفه لاشهر مهندس في العالم، مجرد ان هو اخذ موقف ايجابي ما اكتفاش بالسلبيه ومد بالحظ والعياط والكومنتس. تمام، طبعا فيلا الشلالات انا جايب المشروع ده لان هو من المشاريع الاوائل الناس اللي فهم يعني ايه سنسيتيف سايت، يعني ايه عندي موقع ليه اهميه بيئيه، وازاي ان انا لما اتعامل الموقع ده مع موقع زي ده لازم اتعامل بحساسيه شديده. الناس في عصره لما كانوا بيجوا يبنوا في ارض زي دي كانوا يروح مكسر لك الارض، يعني هو هنا في ستريم طبيعي، كان هيجي اول حاجه يروح مكسر لك ستريم ويردمه ويردم الميه ويبني عليها. فرانك لويد رايت لان هو شخصيته المعماريه متاثره جدا بحب الطبيعه وجدانه متاثر جدا بحب الطبيعه، فصعب عليه ان هو يدمر الجمال ده. فقال لك انا هعمل مبنى بيتكامل مع الشكل اللي ربنا خلقه، انا مش هعمل مبنى يدمر خلقه ربنا. فراح رافع المبنى واتسمى فيلا الشلالات كده، محافظ على الشلال ده وخلى الاستريم المايه موجود،
وابتدى ياخد خطوط افقيه، شكل جبل، شكل هضبه، واستخدم مواد طبيعيه في التشطيب عشان يتكامل زي ما انتم شايفين مع الطبيعه، مش يدمر الطبيعه. فالمشروع ده انا بحبه قوي عشان هو كان من اوائل الناس اللي يفكر ازاي يتعامل مع السنسيتيف اريا. طيب خلينا نتناول مبنى اللي هو جوجنهايم ميوزيوم ونتخيل، مجرد تخيل او اجتهاد مننا، فرانك لويد رايت كان بيسال لما سال نفسه الثلاث اسئله دول جاوب عليهم ازاي في المشروع. اول حاجه فرانك لويد رايت سال نفسه ايه السورس اوف انسبريشن، اجيب الفكره بتاع المشروع ده منين؟ فاجابته كانت هجيبها من ناتشرال انفايرمنت، هجيبها من الطبيعه. طيب انا اسف، فطيب ايه الفكره اللي هجيبها من الطبيعه؟ ايه الفكره اللي انا هستقيها من الطبيعه؟ الفكره ان انا هعمل ميميك او اقتباس من احد الفيتشرز اللي موجوده في الطبيعه. طيب دي تعتبر فكره، بس هي فكره ابستراكت، هي لسه ما اقدرش احولها لمبنى، لسه مش باينه. فكره عامه. طيب الفكره العامه دي ازاي احولها لمبنى؟ How to transform this abstract idea into a building. هنا وصلنا لمرحله الكونسبت، كنا في الثيم وصلنا للكونسبت. By mimic the Nautilus shell section informing the main mass اللي هو الجاليري of the building, the spiral shape for the mass form the vertical circulation. بصوا اخذ الشكل الخارجي وكمان القطاع، يمكن القطاع الداخلي في السيركليشن، واخد الشكل الخارجي في تصميم الكتله، فكره الحلقات الحلزونيه اللي هي من واسع لضيق ومن جوه نفس، يعني هتلاقي قطاع قريب جدا من قطاع الحلزون. فهنا تخيل او اجتهاد مننا عشان نشوف فرانك لويد رايت لما جه يصمم المشروع ده ايه الثلاث اسئله اللي سالهم وجاوب عليهم ازاي. طبعا انا ما عنديش ريفرنس بيقول ان هو سال نفسه الاسئله دي بالظبط كده، لكن انا بتخيل ان هو ممكن يكون سال نفسه الثلاث اسئله دول وجاوب عليهم بالطريقه. نكمل لاحد اشهر المعماريين في اليابان، تاداو اندو. تاداو اندو قصته جميله قوي لان هو مش مهندس. تاداو اندو ما دخلش كليه الهندسه، هو اتعلم الهندسه بالبراكتسنج، بحب المهنه وبالقرايه، وبيبراكتس المهنه مع مهندسين، اتعلم منهم وبقى من اشهر المهندسين في العالم، حاصل على جائزه بريتزكر وهو اشهر معماري في اليابان يعني. طيب التداو عنده السورس اوف انسبريشن بتاعه من خلال تحليل مشاريعه، هنلاقيها اللايت اند شادو، الظل الشمع، الاضاءه والظل. طب اللايت اند شادو دي موجوده فين اكتر؟ هنرجع تاني للتراديشنال جابانيز اركيتكتشر اللي هو اللايت مانيبيليشن، اهو ده جابانيز اركيتكتشر تراديشن، التلاعب بالضوء والظل عندهم عند في اليابانيين في بيوتهم حاجه عظيمه، حاجه ورثناها من اجدادهم. فهو بما انه ياباني عاش في بيوت زي دي، فبقى التلاعب بالضوء والظل هو مصدر الهامه كمعماري. طيب ازاي نشوف الكلام ده في مشاريعه؟ الحقيقه تداوم مش محتاج اتكلم كتير عن مشاريعه في موضوع الضوء والظل، اهي مشاريعه اهي. ده دي حتى الكنيسه دي اسمها تشيرش اوف لايت. بصوا تداو عنده من الناس اللي ما تقدرش تفهم مشاريعه من الكتله الخارجيه. يعني انت لو شفت المشروع من بره غالبا مش هتفهمه، انت لازم تخش جوه عشان تعرف هو ليه عمل شيبنج للكتله وعمل الفتحات بالشكل ده، فتلاقي الـ 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 الجمله المعماريه او بنسميه الافيه المعماري موجود جوه. تمام. تداو عنده من الناس اللي مش فورماليستيك، يعني انت ما تقدرش تفهم الفورم من الخارج، لازم تدخل. هو بيعتمد على فكره اليوزر اكسبيرينس جوه المبنى. هنا فكره جميله قوي عملها، هو كان عنده متحف، فالفكره بتاعته ان هو سورس اوف انسبريشن لايت اند شادو، الثيم تو مانيبيليت اللايت وذين او مانيبيليت اللايت تو فورم ا سبيشال يوزر اكسبيرينس. طيب احنا فهمنا سورس انسبريشن لايت اند شادو، الثيم انه يمانيبيليت اللايت اند شادو عشان يعمل سورس، يعمل يوزر اكسبيرينس مميزه، ده الثيم. طب الكونسبت بقى ازاي احول الثيم ده، الفكره الابستراكت دي، لكونسبت لمبنى؟ انه راح دافن المتحف كله تحت الارض،
وراح معتمد في الإضاءة بتاعته على السكاي لايتس والكورتات. فعمل كل سكاي لايت، كل فراغ بسكاي لايت مختلف بشكل مختلف أو بتهوي متنور بكورت مختلف. فبقى عندنا اكسبيرينسز مختلفة، كل فراغ الإضاءة داخلة بشكل مختلف. أهو ده فراغ، أنا أتخيل إن الفراغ ده هو ده، الإضاءة داخلة ووش لايت من الجنب، متخيل إن الفراغ ده غالبا ممكن يكون ده، الإضاءة جاية من الستريب بروفايل ده، وهكذا. كل فراغ اتنور بسكاي لايت بشكل مختلف، فعمل فحقق الثيم المانيبيليشن اوف لايت و فور ا يونيك يوزر اكسبيرينس، وحقق له السورس اوف انسبيريشن بتاعه اللي هو لايت اند شادو. نخش على معماري مشهور جدا ريتشارد ماير. ريتشارد ماير مش محتاجين نتكلم عليه كتير، سورس اوف انسبيريشن بتاعه لكوربيزي يعني فقط اهو، سوري فيلا سافوي شغل ريتشارد ماير، ده شغل الكوربيزيه وده شغل ريتشارد ماير، هتلاقي يعني الاقتباس او التأثر واضح جدا جدا جدا. ريتشارد ماير مشاريعه انا بحبها، بس هو ليه مشروع يستحق الدراسه جدا، جاتي سنتر. لو عاوز تتعلم ازاي تتعامل مع الكونتور والبناء على ارض صخريه انصحك تدرس مشروع جاتي سنتر. في حاجه عاوز اتكلم فيها قبل ما نكمل عن السورس اوف انسبيريشن عشان الناس ما تتخضش، بس انت لو طالب في كليه طبيعي بنسبه 99% السورس اوف انسبيريشن بتاعك هيبقى تقمص دور معماري مشهور. يعني هتلاقي في كنت في الكليه واحد متقمص دور زها حديد وبيعمل المشاريع كلها كيرفات جريئه كده ودبل كيرف داخله في بعضيها، واحد متقمص شخصيه حسن فتحي والعماره البيئيه، واحد متقمص شخصيه دكتور عبد الحليم ابراهيم والحفاظ على التراث والاقتباس من التراث الى اخره. ده طبيعي، يعني ده مش معناه ان انت ما عندكش شخصيه، لا، هو انت شخصيتك لسه ما اتكونتش، لان الشخصيه المعماريه بتتكون من خلال الخبرات. انت وانت في الكليه انت لسه بتتعلم الف باء عماره، فطبيعي ان انت ما يبقاش عندك شخصيه، لسه ما عندكش المعلومات ولا الخبرات اللي تكون لك شخصيه معماريه. فالطبيعي ان انت بتروح تتقمص شخصيه معماري موجود مشهور وتعيش الدور بتاعه. لما تتخرج من الكليه انت مثلا متقمص شخصيه زها حديد وتبتدي تشتغل في الماركت، هتلاقي ان شغل زها حديد مش ابليكابل على 99.9% من الاعمال العاديه اللي موجوده. هتلاقي في مشاريع المساحات صغيره جدا مش مستحمله ان انت تقعد تعمل الكيرفات اللي هي بتعملها، هتلاقي مشاريع تانية البادجت بتاعها محدود، هتلاقي مشاريع ثالثه الكلاينت ما بيحبش الشغل زي حديد. يعني اصلا انت مش هتخليه يسكن في حاجه بمزاجك، هو هتيجي تعمل له كيرفات يقول لك يا عم انا مش عاوز الكلام ده، انا عاوز اعمل مكعب بسيط نيك كده في شويه ازاز شايفه البيو خلاص، انا مش عاوز التعقيد اللي انت بتعمله. فتبتدي تتفتح شويه، تبتدي تعرف ان العماره اكبر بكتير من معماريه واحده الناس بتحبها، لا، العماره فيها انماط كتيره وفيها سورسز اوف انسبريشن مختلفه. مع الوقت تبتدي تشوف المشاكل اللي مجتمعك بيواجهها معماريا، تبتدي تكون وجهه نظر في الحل. كل ده هيبتدي يكون لك شخصيه معماريه، فيبتدي يبقى عندك سورس اوف انسبريشنز واضحه. السورس اوف انسبريشن دي ما هياش حاجه ثابته في عمرك كله، يعني وانت طالب في الكليه قلنا ان السورس اوف انسبريشن بتاعك غالبا بيكون تقمص شخصيه معماري تاني. اول ما تتخرج ممكن يبقى لك سورس اوف انسبريشن معين. بعد ما تاخد خبرات السورس مصدر الالهام ده تلاقيه بيتغير، كل شويه عمال يتغير، ما هواش حاجه ثابته، ومش معنى ان انت مصدر الهام بيتغير ان انت منافق مثلا. لا، إذا كان مواقفنا في الحياة نفسها بتتغير مع عمرنا، فطبيعي إن مواقفنا المعمارية أو مصادر إلهامنا المعمارية تتغير. ممكن معماري يبقى له أكتر من مصدر إلهام، مش لازم يكون مصدر واحد بس. مش لازم تحبس نفسك في مصدر واحد، لأن ممكن يكون 3، 4، 5، 10، أوكي؟ ممكن يكون تعدد المصادر. نكمل في معماري أنا بعشقه. المعماري ده جان نوفال، وهو الحقيقة محتاج دراسه، يعني حاله محتاجه ان احنا ندرسها شويه. جان نوفال مصدر الالهام بتاعه انه ما عندوش مصدر الهام ثابت، مصدر الالهام بتاعه هو المشروع. بمعنى ان شخصيته المعماريه بتتغير على حسب المشروع اللي هو شغال فيه.
على حسب اللوكيشن، على حسب الكونتكست. كل مشروع جون وفال شخصيه مختلفه. يعني بص، لما اشتغل في قطر، سوري انا اسف، لما اشتغل في لوفر ابو ظبي اخذ الاوربن فابريك بتاعتهم، وهو عاوز يدي اليوزر اكسبيرينس بتاعت المدن العربيه، فراح عامل القبه اللي احنا عارفينها دي اللي هي مالتي لاير، اللي تدي احساس الظل بتاع زعف النخيل. فكره مستوحاه من المكان. في حين ان هو لما جه يعمل المركز العربي في باريس ما تاثرش من المشروع في باريس خالص، هو تاثر بوظيفه المركز، هنا تاثر بالمكان، هنا تاثر بالوظيفه بتاعت المشروع. كان السورس اوف انسبريشن بتاعه او الثيم بتاع المشروع اعاده احياء المشربيه. لكن حتى لما جه يعمل ده عمله بطريقه غريبه جدا، عمله بشكل كايناتيك. يعني احنا معظم الاشياء بنشوفها لما حد بيقول لك انا عاوز احيي المشربيه، يروح جايب لك بتاع الومنيوم كده ويخرمها شويه نجوم ويلزقها على وجه ازاز، ده اللي بنشوفه. لكن ان هو يفكر ان هو يدمج المشربيه بالكايناتيك اركتكتشر، وان يبقى فيه سيلز عماله تلف مع اتجاه الشمس، فكرة عبقرية. أنا الحقيقة الفكرة هي عبقرية كأبستراكت، لكن أنا شايف إنها مش متناسبة مع الكونتكست ولا متناسبة مع الجو في فرنسا اللي هو ما فيهوش شمس أصلا. يعني مصاريف كتيرة، يعني المشروع ده لو كان في السعودية كان ممكن أفهمه، لكن كونه يبقى في فرنسا ده غريب. لكن سيبكم من النقد ده، لكن إزاي الراجل حتى لما جه فكر في الوظيفة بتاعت المبنى وإن هي تبقى مصدر إلهامه، ولما جه ياخد الثيم بتاع البروجكت مشربيه اخده بشكل غير تقليدي تماما. فكره ازاي اربط الكايناتيك اركتكتشر بفكر المشربيه او استحقاق عنصر من الماضي، حاجه يعني عبقريه، خصوصا من جان نوفال ما هوش من المعماريين اللي مشاريعه كلها كايناتيك. يعني انا اعتقد ان ده المشروع الوحيد لو انا مش غلطان اللي استخدم فيه كايناتيك اركتكتشر. فشوف شخصيته المعماريه بتتغير على حسب المشروع. هنا out of nowhere كده قرر ان هو مشروع اعتقد انه في فرنسا برضو، انه ياخد الاحساس بتاع tropical environment او tropical context في مباني سكنية، حاجة تحس انها بني ادم تالت خالص. هنا قال لك انا source of inspiration اللي بيحركني السكن بتاع المبنى، وازاي حامل manipulation باللايت والماتيريال في السكن. هنا قرر انه يشتغل دي كونستراكشن اصلا اللي هو عمره ما اشتغلها قبل كده، يعمل مبنى دي كونستراكشن. هنا اتاثر جدا بالكونتكست وقال لك لا انا المبنى بتاعي هعمله على شكل مرايه عشان اعكس الاثر ده. فتلاقي كل فكره شخصيه معماريه مختلفه. فهو يعني جان نوفال واحد من الناس اللي مش حاطط لنفسه باريرز، ملوش خط واضح، هو مصدر الهامه ان هو ملوش مصدر الهام واضح. كل مشروع قصة جديدة بشخصية معمارية مختلفة تماما. فده في ناس بتقول ان ده حاجة سيئة، في ناس تانية وانا منهم بقول دي عبقرية نادرا ما تلاقيها في اي معمار، انه يبقى متفتح ومتغير بالشكل ده. ده محتاج ثقافة معمارية قوية جدا، هو مش حابس نفسه في حاجة، هو بيقرأ في كل حاجة وعارف تاريخ عمارة كويس قوي، وعارف الانماط المعمارية اللي موجودة على مر التاريخ. فده محتاج عشان توصل للمستوى ده محتاج مذاكره كتير قوي قوي. طيب انا يعني اسمحوا لي ان انا بس اعرض تجربتي مع الكلام اللي انا قلته، فكره السورس اوف انسبيريشن والثيم والكونسبت، وازاي انا حاولت اطبق الكلام ده في مشاريعي الشخصيه. طبعا هو حاجه محرجه قوي ان الواحد يعرض مشاريعه بعد مشاريع العمالقه دول، بس يعني ممكن تعتبروها مجرد تجربة قد تكون ناجحة أو قد تكون مفيدة، أو مش ناجحة بس مفيدة لبعض الناس اللي بتشوفها. أنا كمصمم عندي أربع مصادر للإلهام هما اللي بيحركوني. أول مصدر clarity of the message. أنا مهتم جداً إن لما أشتغل في مشروع المشروع ده يبقى رسالته واضحة جداً، ما يبقاش غامض، ويبقى واضح لكل الناس سواء متخصص او غير متخصص. تاني مصدر للإلهام بالنسبه لي الكيوبيزم، التكعيبيه. انا معجب جدا بالتكعيبيه، بحب جدا شكل المكعب، ودي حاجه ما لهاش سبب واضح. يعني انا ما اقدرش اقول لك ليه انا بحب الشكل ده، زي ما تشومي مثلا ما بيحب اللون الاحمر، هو ليه بيحب اللون الاحمر في كل مشاريعه؟ ما حدش يعرف، هي حاجه شخصيه يعني. تالت حاجه بروموشن اوف ذا ووكابيليتي.
ويعني خصوصا humanize the Egyptian city as a reaction of the non-satisfaction planning condition في مصر. وهنا ده موقف من حال العمارة في مصر. يعني أنا غير راضي عن التخطيط العمراني للمدن المصرية. المدن اللي تحولت لمدن رمادي كئيبة. مدن مصممة للعربيات مش مصممة للبني آدمين. فبالتالي أنا ابتدى جزء من شخصيتي المعمارية تبقى كرد فعل لرفضي للحال العمارة في مصر الحالي أو حال التخطيط العمراني اللي موجود في مصر اللي أنا مش راضي عنه. رابع حاجة The Middle Age Islamic City Urban Fabrics اللي هي عمارة العمارة العربية أو الإسلامية في العصور الوسطى. وهنا من بتكلم عن التخطيط مش بتكلم عن المفردات. المفردات انا وانا في الكليه كنت منبهر بالمشربيه والقبه والفولت والمقرنصات، لكن الحقيقه دلوقتي شايف الحاجات دي جميله جدا لكن ما بقتش مناسبه، ولا بقى عندنا حرفيين يعرفوا يعملوا الكلام ده، ولما بنعملها بتبقى رخيصه قوي. فانا شايف ان اللي احنا ينفع يبقى بلاتفورم نقف عليه ونعيد احياءه فعلا ويبقى مفيد لينا الاربن فابريك بتاع المدن العربيه ده عبقري، وانا شايف ان ده اللي ينفع فعلا نبتدي بيه او مش يبقى ده سورس اوف انسبيريشن لشغلي انا شخصيا. طيب هنشوف الكلام اللي انا بقوله ده، هل انا فعلا بعرف احقق مشاريعي ولا لا بفشل في ده. اول مشروع هعرضه النهارده مشروع تخيلي. انا لما شفت مدن الشباب الحكومه بتعملها حقيقه انا ما كنتش معجب بيها قوي، يعني فكرة إن نعمل بلوك واحد ونعمل له أريه في الموقع ومعظم المباني ما بيخشهاش الشمس ولا شايفة فيو ولا في حتى باترن تخطيطي واضح، أنا الفكرة دي ما عجبتنيش. فقررت إن أنا أحاول أخد موقف إيجابي فاقترحت حتة أرض في العاصمة الإدارية وقلت إن أنا هعمل مقترح لإسكان الشباب من رؤيتي أنا الشخصية. مش هخش في تفاصيل المشروع لان هو يعني مشروع انا كنت عملت عليه محاضره قبل كده، مشروع تفاصيله كتير، لكن هنا بس هتكلم على السورس اوف انسبيريشن اللي انا استخدمتها. اول حاجه التاثر بالاربن فابريك بتاع العماره الاسلاميه بتاع المدن الاسلاميه. هنا هتلاقوا تاثر شديد بالاربن فابريك بتاع شارع المعز، السباين، الساحات، الافنيه. هتلاقي نفس التلات عناصر موجودين عندي. اوكي هتلاقوا حتى التاثر باليوزر اكسبيرينس، فكره الافنيه اللي جوه المباني، فكره القصبه، احساس الفوليوم بتاع القصبه، الاكسنت اللي موجود في اخرها. فهتلاقوا الكلام ده اللاي اوت بتاع مدينه الشباب اللي انا اقترحتها. يعني زي ما انتم شايفين اهو السباين والساحات اللي هو بيفتح عليها كل شويه، كل ساحه ليها ثيم مختلف، والمباني السكنيه منفصله عن الساحه دي عن السباين ده بافنيه داخليه، حاجه يعني زي ما بنشوف مثلا بيت السحيمي هو من بره عباره عن حوائط لكن هو انتروفيرت بيبص لجوه، فكل المباني السكنيه عاملها بالمنظر ده. ده كله مستوحى من العماره الاسلاميه او من شارع المعز. فهتلاقوا هنا سورس اوف انسبريشن، كلاريتي اوف ذا مسج موجود، اعتقد ان هو موجود. التأثر بالأربن فابريك بتاع المدن العربية القديمة في العصور الوسطى موجود برضو. هنلاقي ده يعني 3D بتاع المشروع. شوتس بتوضح اليوزر اكسبيرينس اهو هنا، هتلاقوا تأثر جدا بشارع المعز، فكرة ان المأذنة تبقى هي الاكسنت، الفوليومز بتاعت الباساج او القصبه، المباني السكنيه مفصوله عن القصبه، يعني انت وانت ماشي شايف اركيدز قريبه من بعض بتدخلك على الفناء اللي بيبص عليه الوحدات السكنيه، لكن وانت ماشي هنا انت مش شايف الوحدات السكنيه عايش. انت مش شايفها، هي جوه، ده جزء منها ومكمله يو شيب بعمق فانت ما بتجرحهاش. فكره الساحه المغطاه وشبه مغطاه. فهتلاقوا الفوليومز، مش هتلاقوا الاركيتكتشر، مش هتلاقوا مشربيه ومقرنصات، لا الكلام ده انا ما بعملوش، لكن باخد الفوليوم والفوت برنت بتاع المباني فعشان ادي الاكسبيرينس بس من غير شكل مباشر. السوق المشروع الثاني كان
مشروع إداري تجاري كان في العالمين. أنا برضو الثلاثة سورس أوف انسبريشن هنا كيوبيزم واضحة، التخطيط العمراني بتاع المدن العربية، وكلاريتي أوف ذا مسج لو حبينا نقول يعني، وبروموت الوكابيليتي. بروموت الوكابيليتي كان موجود في المشروع ده باي ذا واي، يعني لأن أنا هنا كنت فاصل حركة العربيات عن حركة المشاة. السباين ده كله مخصص للمشاة بس، وعربيات الإسعاف والمطافي في حالة الطوارئ، والناس بتركن العربيات بره، مفيش عربيات تخش. فكل السباين ده اللي هو حوالي كيلو وشوية بيحقق تجربة جميلة في المشي، وبتخش في فراغات بفوليومز مختلفة بثيمز مختلفة، فتبقى التمشية ممتعة. هنا نفس الفكرة، يعني طبعا فصلت عاملين باركينج تحت الأرض فصل حركة العربيات عن حركة المشاة، ونبص للسباين اللي فيه فكرة الوكابيليتي اللي في آخره ساحة دوميننت، وهنشوف الاكسبيرينس من جوه. يعني واخد الاربن فابريك بتاع العمارة الإسلامية، واخد فكرة كيوبيزم وكلاريتي اوف ذا مسج وبروموشن للوكابيليتي. بروموت الوكابيليتي يعني ايه؟ يعني انا في كل مشروع بشتغل فيه بحاول ادور على مخرج اعمل او اي طريقه اعمل بيها سباين للاوت دور يبقى في تجربه ممتعه في المشي، ما يبقاش ممل. في اي مشروع بشتغل فيه بحاول اعمل كده. فكره الكيوبيزم والكلاريتي اوف ذا مسج، هنا ده مشروع كان مسابقه مبنى اداري في البحرين. انا كان فكره المشروع ان انا الثيم بتاع المشروع ان انا اعمل مزج ما بين الشغل والترفيه زي جوجل اوفيس كده. فهتلاقوا الانتيريور بتاعه انا جايب صور من على النت، مش انا اللي عامل التصميم بتاعها. ان انت تنقل من دور لدور بزحليقه، مش عارف العادات ازاي. و يعني بما ان انا السورس اوف انسبريشن بتاعي كلاريتي اوف ذا مسج، فكان لازم الشكل اللي جوه ده انقله بره في اللعبه. فانقله ازاي؟ ان انا استوحيت شكل الكتله من اللعبه دي الريتراكتبل كيوب ده، فباين انه حاجه فيها موشن دايناميك و بلايفل حتى الالوان. فكيوبيزم وكلاريتي اوف ذا مسج حاولت ان انا احطهم في المشروع. نفس الحكايه في ده مسابقه في السعوديه كنا كسبناها، مبنى اداري، فكره ان الانكور بتاع المشروع الاكسن بتاع المشروع يبقى كيوب صريح. حتى لما بعمل فيلا صغيره في كومباوند، فكره الكيوب ما زالت مسيطره عليا. مدرسه في السعوديه كيوبيزم واضح، كان هنا بري فابريكيشن لظروف معينه في المشروع يعني. مبنى مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة. أنا عارف طبعا موضوع استخدام العمارة الكلاسيكية ده هياخد ديبيت كتير، بس يعني أنا هنا بتكلم على الأوربن فابريك بتاع المشروع ده، السكتش الأولاني أو من السكتشات بتاعت الأوربن فابريك. هتلاقوا إن المشروع ده الثيم الرئيسي بتاعه بروموت اللوكابيلتي، يعني السورس أوف إنسبريشن بتاعه بروموت اللوكابيلتي هو من أوله لآخره. فكرة إن أنا أربط اليوزر بمعرفة وتعلم الفنون المصرية المعاصرة من خلال رحلة مشي ممتعة في برومناد. هو دي فكر الثيم بتاع المشروع يعني، أو سوري الكونسبت، الثيم بروموت الوكابيلتي، سوري السورس اوف انسبريشن بروموشن اوف ذا وكابيلتي. الثيم بتاع المشروع connect people with new arts أو expose people to new arts. وإزاي أحقق الموضوع ده؟ من خلال إن أنا أعمل ممشى وساج يبقى المشي حوالي طوله 2 كيلو أو كيلو ونص، المشي فيه يبقى ممتع، ومن خلال الباساج ده الناس بتتعرف على الفنون المعاصرة. بمعنى أنت بتخش من هنا طريق ضيق بتطلع منه بفوليوم مختلف، يعني الفوليومز مختلفة عشان الناس ما تزهقش. طول ما انت ماشي هتلاقي الفوليوم بتاع المشروع او بتاع الفويد عمال يختلف. بتخش على كورت اكبر، بتخش منه على سباين صغير، بتخش منه على كورت، بتخش منه على سباين تاني، بتخش منه على كورت.
كل كورت من الكورتات دي معني بفن من الفنون. يعني هتلاقي كورت الدور الارضي بتاعه كله جاليريز للرسم، والاستوديوهات بتاعت الرسامين موجوده في الدور الاول. فمجرد ما الناس ما بتخش المنطقه دي، تخش الجاليريز، تتعرف على اتجاهات الرسم الحديث اللي موجوده في مصر، تطلع منه على ساحه تانيه للفنون الحركيه، فنون الشعبيه والباليه، وهنا ده كله سنتر لتعليم الباليه. فالحفلات ممكن تعمل هنا حفلات صغيره للفنون الشعبيه، فالناس بتقف تتفرج على الحفله في الكور ده، تطلع على الساحه هنا منطقه الريستورنت الكبير جراند ريستورنت، وسباين صغير يطلعك على ساحه كبيره بفوليوم مختلف، دي ساحه الاحتفالات. بتطلع منها على ساحه النحت لفنون النحت، دي كلها عبارة عن استوديوز لنحاتين مسموح لهم انهم يطلعوا شغلهم بره لما يخلصوه يعرضوه على الناس، والناس تتفرج على النحت المصري المعاصر. بتخش على سباين تاني مغطى للحرف اليدوية زي خان الخليلي كده، الارابيسك وغيره، بتطلع منه على سباين تاني مفتوح محطوط فيه اعمال نحتية في الاوت دور. بعد كده بتدخل الميرور بتاع ده الناحيه الثانيه باكتيفيتيز مختلفه. فبالتالي انت بتمشي على رجلك يعني مسافه كبيره جدا. اوكي، البطل في المشروع ده هو الاكتيفيتي، بتمشي بتخش فوليومز كل شويه مختلفه، فما يبقاش في ملل، ما تتعبش، وفي نفس الوقت طول ما انت ماشي عمال بتتعلم حاجات جديده. دايما لازم يبقى عندك مخرج كل شويه. فكرة ان انا ادخل الناس واحبسهم دي حاجة مش لطيفة، فعشان كده دايما تلاقي مخارج كتير المشروع. دي مش دفوهات ولا غلطات، لا دي مقصودة عشان اللي عاوز ينهي رحلته في اي وقت يقدر يطلع ويقعد في حديقة بره، يطلع الباركينجز، يعني ما يبقاش مجبر ان هو يكمل الرحلة الاخيرة. هتلاقوا هنا كمان في فكرة الوكابيليتي والاكسبيرينس الادفنتشر بتاعت الناس، ان البني ادم ليه اكتر من مسار للحركة، ليه اختيارات. يعني انت لو وصلت هنا، انا اسف، ممكن تكمل الباث ده او ممكن تاخد شورت كات كده او ممكن تكمل كده. فانت عندك اختيارات مختلفة كتير، ما تحسش ان انت المعماري خلقك، انت بتحس ان انت بتتحرك بحرية. ما هو عادش، انت مش بتتحرك بحرية قوي، انت بتتحرك في البلان او في المسارات اللي انا اوريدي محددها بالاحمر، اللي انا اوريدي حاططها لك يعني، بس مش عاوز الاحساس ده يوصل لك، فبالتالي عامل لك كذا مسار، فتحس ان انت بتتحرك بحريه جوه الفراغات. المشروع ده انا عارف انه هيبقى فيه نقد جامد، بس انا عاوز اوصل النقد هيبقى لواجهات. انت ليه عامل واجهات كلاسيك ودي بوظت الدنيا لكن انا عاوز لما تقيموا المشروع ده تدوا الواجهات حجمها الحقيقي. الواجهات في المشروع ده ما هي الا باك جراوند للانشطه اللي بتحصل جوه، يعني خلفيه للانشطه، النشاط هو البطل، والواجهات دي مجرد خلفيه. فارجوكم لما المشروع قرب يخلص، ارجوكم زوروا المشروع الاول. انتوا سمعتوا خلاص وجهه نظر الديزاينر، زوروا المشروع، شوفوا اليوزر اكسبيرينس اللي انا بتكلم عليها، هل هو فعلا متحقق ولا لا، متحقق بنسبه كام في الميه، وانقدوا الواجهات على قد حجمها في المشروع، على قد انها باك جراوند للاكتيفيتيز اللي بتحصل في الكورتات. هتلاقي في واحد بيتكلم يقول لك لا والله انت لو كنت عملتها سوليد كانت هتبقى احلى، كانت هتهايلايت الاكتيفيتي اكتر. واحد تاني كان ممكن يقول لي لا، طب ما ممكن نعملها ريفلكتيف عشان ندوبليكيت الاكتيفيتي، تبقى شايفها متكرره، تاكد عليها اكتر. دي افكار حلوه، دي افكار زي ما بقول ناو وي توك، احنا كده بنتكلم واحنا واقفين على بلاتفورم واحده. لكن ان انت مجرد ما تشوف صوره مبكسله من على الفيسبوك فيها عمود وتقول ايه القرف ده، المشروع ده بايظ، ده كده مش نقد، يعني كده خرجنا بره فكره النقد المعماري. فيعني اللي بطلبه منكم، بتمنى ان انتوا لما المشروع يفتتحوه ويتفتحوه ان شاء الله 30/6 او حاجه كده لو انا فاهم صح، يعني شهر 6، تزوروا المشروع، تشوفوا الكلام اللي انا بقوله ده، هل هو متحقق كيوزر اكسبيرينس، متحقق بنسبه كام في الميه، وتقولوا اقتراحاتكم ازاي المشروع ده كان ممكن يبقى احسن من كده، ولا هو كويس قوي، ولا هو متوسط. وساعتها بنتكلم واحنا واقفين على ارضيه واحده بفهم للمشروع. ده يعني صور لليوزر اكسبيرينس جوه الممرات المغطاه اللي قلت لكم عليها. هتاخدوا بالكم هنا اللايت، شايفين يعني الممر نفسه متضلل،
لكن الوش لايت اللي من السما جاي على الاكتيفيتي اللي هو الارشاد دي دايما تخليه تلاقي ده جوه الورش، تلاقي الناس بتطلع تشتغل بره، يعني يعمل حته ارابيسك تلاقيه يقعد بره يعملها عشان الناس وهي معديه تتفرج عليه فيجيب ناس على المحل. فانا هنا قصدت ان الوش لايت يبقى جاي على الاكتيفيتي اللي الراجل يعني الاكتيفيتي بتاع اصحاب المحلات، والممشى اللي الناس ماشيين فيه يبقى ممشى مظلل تمام، فالعين على طول تروح على الحته اللي فيها ضوء فتشوف الاكتيفيتي اللي بيحصل. هنا شكل من اشكال ده الساحه الرئيسيه، ده السكتشات الاوليه للمشروع، يعني لو خدت بالك ده اول سكتش عمله، كان من اول لحظه انا الخطوط الحمراء دي رسمتها وبعد كده رسمت عليها المشروع. حركه الناس كانت هي المحرك الرئيسي لنا. ده مسابقه داخلها في كوريا الجنوبيه، ان شاء الله دخلتها خلاص، المفروض ان شاء الله النتيجه تطلع بعد بكره. لمكتبه يعني هي دي بس صوره بتوضح فكره الباساج الوكابيليتي، بروموت الوكابيليتي. المشروع لو شفناه من فوق هو متاثر جدا بالاربن فابريك بتاع المدينه. انا خرمت، هي عباره عن كتله مكعبه، فكره التاثر بالتكعيبيه، فكره ان انا عندي عاوز اخلي المشروع ده اكسبوزد او في اكسبوجر على الاوت دور متاثر بالاربن فابريك بتاع المدينه. فلقيت ان انا عندي فيو حلو قوي هنا وفيو حلو قوي هنا، هنا المدينه كان عندي الكونسترين ده، ف رحت واخد اكسين، اكس بيتفادى الكونسترين ده والكونسترين ده ويعمل فيو على الكون ده، واكس تاني كده، وزي ما انتم شايفين شكلت الكتله، وبعد كده رحت رفعها على الدور الارضي على شكل بلاتفورم، وركبت عليها اتنين بلاتفورم في اتجاهين، واحد بيبص للمدينه وواحد بيبص للناحيه الخضراء الثانيه اللي هي ملعب جولف. فنرجع تاني هتلاقوا الكلام ده متحقق هنا. ففكره يعني هنا كيوبيزم بروموت الوكابيليتي، ان المكتبه نفسها تحتوي ساحه شبه مغطاه، فيها سقف ازاز بيفتح ويقفل. كوريا الجنوبيه درجه الحراره هناك منخفضه وعندهم ثلج، فالسقف ده معمول عشان يتف في حاله بيتقفل في حاله الثلوج والامطار. فقدرت اكون جوه المدينه ساحه عامه صغيره، لان ما فيش ساحات في المدينه كتير، هي كلها بلوكات كذا، فبقى في ساحه وذين المكتبه، والساحه دي اكسبوزد على فيو جميل جدا اللي هو فيو الجولف كورس. وهنا في الستبس اللي الناس بتقعد عليها تقرا وهي بتتفرج على الجولف كورس في الاول دور، والكتلتين بتوع المكتبه، واحده فيها القرايه وواحده ثانيه فيها الاكتيفيتي الثانيه زي قاعات المحاضرات والمالتي ميديا الى اخره، ومربوطين بلينكات. دي ده الكتله، برضه هتلاقوا الكيوبيزم مؤثره جدا معايا، وبروموت الوكابيليتي وكلاريتي اوف ذا مسج، لان انا اعتقد انها فكره بسيطه ومفهومه، يعني اي حد هيشوف المشروع هيفهم الفكره. مشكله الريندر لسع مننا بس، لان كنا بنرندر في اخر لحظه يعني، بس ربنا يستر بقى. ده الانتيرير، فكره الاكسبوجر على الخارج برضو واضحه هنا جدا. حاولت اقلد جون ويل في كم مشروع كده، قلت لا بقى انا هخرج، انا عاوز ابقى عبقري زي جون ويل، فانا هخرج من فكره السورس اوف انسبريشن، وكل مشروع يبقى لي شخصيه مختلفه. فعملت شويه كده تجارب، كان عندي مشروع واجهه مستشفى في الصعيد في المنيا على حسب ما انا فاكر، وكان الارض الكتله بتاعتي الجديده هنا، وكان في مبنى هنا ومبنى هنا بعيد شويه عاملين زي كورت، ده اتجاه الشمال الهواء جاي كده. فحطيت كل الجيفنز قدامي، ولقيتني يعني السورس اوف انسبريشن بتاعي كان غريب قوي، سهم الشمال الهواء جاي كده وهيعمل حركه في الكورت وبعد كده يطلع تاني. فيا ترى الهواء ده لو اعتبرنا ان المبنى ده حته شفافه، الهواء ده هيعمل ايه في الشفافه دي؟ وابتديت اشخبط، فطلع لي الكتله دي من خلال الشخبطه والاديتنج، قلت الهواء هيحرك حتت في الورقه وهيعمل ديفلكشن في المبنى بالشكل ده، فطلع لي الواجهه دي. سورس اوف انسبريشن كان سهم الشمال. واحد تاني ببني في الاسماعيليه مستشفى، فبدور بعمل ريسيرش على الاسماعيليه، لقيت المباني دي اللي هي المباني العماره عماره مدن القناه، اعجبت جدا بالواجهات دي، فقلت طيب لو احنا عاوزين نعيد احياء الواجهات دي بشكل مودرن يا ترى يبقى شكلها ايه؟ انا وصلت للنتيجه دي، مثلا
محاكاة لفكرة المشربية، رفرف يعني. فهي دي ملهاش أي علاقة ولا بتيوريزم ولا كلارتي أوف ذا مسج ولا أي حاجة، هي يعني سبت نفسي يعني. دي فكرة الجيت، عندي مبنى إداري الراجل كان مسميه ذا جيت، فكتبت كلمة ذا جيت على النت طلع لي الصورة الجميلة دي. ففكرت طب ما نعمل المشروع ده على كذا لاير، يعني يبقى عندي كذا لاير وكل لاير بماتيريال مختلفة. اللاير الخارجي اللي هو زي ده، بدل ما اعمله معتم هعمله ريفلكتيف للانفايرمنت. اللاير الداخلي لا، هعمله زي ده، حاجه اكسبوز، حاجه الناس تبقى شايفه الاكتيفيتي عاوزه تروح لها. فالمشروع بقى اسمه ذا جيت بالمنظر ده. ده مشروع مسابقه يعني، كانت مبنى اداري بغاز مصر في العاصمه الاداريه. برضو هنا كانت الكتله ابتدت مكعبه كالعاده، لكن اتنحتت بالرياح، ده اتجاه الرياح. فقلت يعني يا ترى الهواء لو ماشي جامد يعمل ايه في الكتله دي لو اتنحرت على مدار سنين. فجاء تخيلي ان هو يعمل شكل زي ده، ينحتها. كده انا عرضت يعني جزء من المشاريع اللي انا اشتغلت فيها، طبعا لا تقارن بالمشاريع بتاعت البايونيرز، بس يعني تجربه قد تكون مفيده للبعض يعني. أنا كده خلصت، وأتمنى إن المحاضرة تكون يعني كانت مفيدة. تحت أمركم في أي حاجة. جزاكم الله كل خير يا أستاذنا الفاضل، وفي انتظار الأسئلة. أنا استمتعت بالأعمال الجميلة اللي حضرتك عملتها، وبالذات أعمال حضرتك. وأعتقد كان في مبنى حضرتك كنت عامله في البحرين أو في مسافة البحرين، اللي هو على أيوه شكل المكعبات ديت، كان أيوه شكله جميل ما شاء الله. ربنا طيب يخليك. في أي حد عنده أي أسئلة؟ في باشمهندس آية اتفضلي. مساء الخير يا استاذ. معلش عندي سؤال، سؤالين الصراحة. في البروجكت بتاع حياتك بتاع الارت سنتر، لما حضرتك قلت على الوكابيليتي، هي صراحة ده الكونسيبت المفروض ان فعلا نشتغل عليه يعني. بس احنا لما درسنا كان دايما بيقولوا لنا خلي دايما الباث محدد، الجست لما يخش ما يتوهش مثلا في النص، يبقى عارف ان هو على الاقل بيرجع، فهيبقى الباث مرسوم ان هو على الاقل لو هيبتدي او ينتهي في نقطة واكزت كل حاجة بس ما يتوهش. حضرتك وحضرتك عامل لا، انا ممكن لو رحت مثلا ناحية اليمين يفوتني الجزء الشمال فالف لفة كبيرة. اوكي، في حاجة تانية ولا؟ هو السؤال التاني، انا عشان بعمل ماسترز في العمارة مع التايم مانجمنت وكده، فكنت عايز اسأل حضرتك بخبرة حضرتك، يعني انا كنت بتكلم عن التايم سكادجولينج، شفت قد ايه ان احنا بالذات في مصر عمرنا ما بنمشي بالتايم سكادجول بتاعنا. تمام. وبدأت أدور على فكرة إن إحنا هل إحنا بنطبق فعلا البروجكت مانجمنت في البروجكت بتاعتنا ولا لأ، ولقيت إن نادر جدا. والبي أي إم لما دخلت في مصر، يمكن أنا معرفش كل حاجة، بس اللي أنا سألته، أنا عايشة في اسكندرية فسألت مكاتب، محدش بيشتغل كده، أو اللي بيشتغلوا بيه بيشتغلوا بالخبرة، مش حاجة هما رولز بيمشوا عليها او مستنتجه او كده، فما بيبقوش عارفين العله لفين او حاطين ايديهم على حاجات ثابته بالظبط. فانا كنت بفكر ان هل احنا اصلا زي ما حضرتك بدات السكيماتيك ديزاين بقى الفيز الاولانيه دي اللي احنا بنحط فيها الكونسيبت بتاع التفكير وكده، هل احنا لو بدانا ندخل فكره ان لا انا لازم كمان احط بوينت ان انا لازم اعمل تايمينج للبروجكت ده من اول فيز دي، لو درستها صح، مش انا ممكن اوفر وقت كتير في بروجكت قدام، ممكن اقدر اتفادى حاجات كتير قوي قدام يعني بره. في يو كي يقول لك البي اي ام احنا بنشتغل البروجرام واحد، احنا كلنا كل انواع الهندسه بتشتغل في نفس الوقت، فاي بروبلم هتحصل بنقدر نديتكتد قبليها فنحلها. هنا ما ايوه بنعملش كده، احنا بنلاقي المشكله فنبدأ نحاول بقى نحلها بعدين، فيحصل ديليز فكده.
فهل فعلا احنا ممكن نبدأ ندخل التايم مانجمنت من اول الفيز الأساسية دي؟ تمام. بالنسبة للإجابة على السؤال الأول، هو سؤال كويس جدا، هل الناس هتتوه؟ لا، هو أنا التصميم إن الناس ما تتوهش خليني أرجع للمشروع. لو أخدتوا بالكم في أول سكتش ده، أنا حاطط نقط هنا، لو كل شوية في نقط، النقط دي أكسنتس. أكسنتس يعني فيها عناصر جاذبة للناس، منها تماثيل، منها مباني مميزة. فانت لو انت ماشيه في المدينه اتبعتي الاكسنت دي، اللي هي هنا فعلا في تمثال، يعني اتبعتي الاكسنت عمرك ما هتتوه. بلس فكره ان لازم يكون المسار محدد بصرامه، لا، هو يعني في مصر الجديده هل المسارات محدده بصرامه؟ ما انت بتمشي في شارع بغداد تطلعي منه على شارع تاني على شارع تالت، ما انت يعني هي شبكه طرق. ففكره ان انا احبس الناس جوه طريق واحد بس، يعني انا مش بحبذها، هي ما بقولش انها صح وغلط، بقول انها بتقلل من متعه التجربه. جزء من متعه التجربه ان انت يبقى قدامك اختيارات تختاري منها وتجربي، ده بتدي اكسايتمنت شويه، بدل ما تفضلي ماشيه 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 ما عندكيش حلول تانية. دي وجهه نظر تصميميه، وانا حاولت اسهل الموضوع من خلال الاكسنت، اللي انتوا ان شاء الله لما تروحوا المشروع هتشوفوا تماثيل محطوطه في حتت محدده، الحتت دي متصممه باي ذا واي عشان توجه حركه الناس، ونوافير متصممه في اماكن معينه عشان توجه حركه الناس. فهي تجربه اتمنى انها تنجح. بالنسبه للتايم مانجمنت، طبعا هو احنا في مصر ما احناش بروفيشنال قوي في الموضوع ده. في مصر اللي بيحكمنا بالنسبه لمرحله التصميم السربعه، الكلاينت دايما ما عندوش فكره ان الرسومات دي هي اللي هتطلع مشروع حلو ووحش، لا، هو فكر ان دي حبر على ورق، يعني انتوا بتعملوا ايه يعني؟ فدايما عاوز التصميم، يقول لك دايما الكلمه المعهوده، انا عاوز الديزاين ده امبارح يا باشمهندس. الكلمه اللطيفه دي اللي بتضحك قوي يعني. فهو مهما تحاول تقنعه يا باشا لازم الوقت ياخد، لازم الحاجه تاخد وقتها عشان ما يبقاش في مشاكل، يقول لك لا انا ما عنديش وقت، انا مستعجل، كأن المشروع ده يعني هو هيموت لو ما عملوش، او لو خدنا اسبوع زياده المشروع هينهار يعني. فمضطرين ناكل عيش، هنعمل ايه؟ فبنعمل اللي هو عاوزه. فبيحصل نتيجه ده ميس كوردينيشن، ده طبيعي، ننزل الموقع طلعنا الانشائي نلاقي الانشائي مش مطابق للمعماري. نبتدي نحله. نكلم الديزاينرز، تعالى واحنا عندنا بانيك اتاك، ده في مصيبه. يبتدي ديزاينر سكتش من الاول ويحاول يحل المشكله دي على قد ما يقدر. بتطلع المشاريع فيها مشاكل؟ اه. الاوبرا مدينه الفنون والثقافه فيها فيها كام مشكله بسيطه كده، بس مش عاوز احرقها لكم، لما تروحوا قولوا لي لو اخدتوا بالكم منها. لا، نتيجه للاربعه. فدي كالتشر موجوده في مصر، هل هتتغير؟ هل الناس في يوم من الايام هتفهم ان الرسومات دي حاجه مهمه؟ اتمنى. البيم الحقيقه انا ما بشتغلش بيم، فانا مش عاوز افتي في حاجه ما بعرفهاش، بس هو ليه مميزات في الكوردينيشن واضحه، واعتقد ان تعميم استخدامه هيقلل شويه من المشاكل اللي بتحصل في الموضوع. فهي الموضوع مش تكنيكاليتي، هو ثقافه، واتمنى في يوم من الايام ان الكلاينتس يفهم ان الديزاين ده حاجه مهمه ومحتاج ياخد وقته يعني. بس وربنا يوفق. في سؤال بيسال ازاي الواحد يبقى ليه مدرسة خاصة بيه، أو إزاي يبقى يضرب في الخلاط كده كل الأفكار المعمارية اللي هو بيشوفها ويطور نفسه في المجال الأفكار الهندسية، أفكار المعمارية. أوكي. في وجهة نظري تطور شخصية المعماري زي تطور شخصية الإنسان بالظبط. الإنسان بيبقى بيتولد طفل رضيع ما عندوش شخصية، هو عبارة عن سفنجة بتمتص اللي حواليها، ودي مرحلة الدراسة. يعني 5 سنين بتوع الكليه انا بعتبر معماريا الطالب بيبقى رضيع، هو بيمتص مجموعه هائله من المعلومات. لما بيتخرج بيبتدي يطبق المعلومات دي على ارض الواقع، فيبتدي يفلترها. مش كل المعلومات اللي اتقالت في الكليه، طبعا هي كلها صح، بس مش كلها ابليكابل. فنبتدي نعرف ايه اللي ابليكابل وايه اللي مش ابليكابل. بيبتدي المعماري يحتك بالسوق، يعرف المشاكل اللي في الماركت. يعني الشخصيه المعماريه بتتكون بتبتدي تنضج من خلال الشغل الكتير. كل المعماري ما يشتغل اكتر كل ما شخصيته تبقى انضج.
فدي اول حاجه يعني بقولها، ان مفيش حاجه اسمها معماري لسه متخرج ويقول انا مش عاوز اشتغل الكلاسيك وانا اصلا ليا توجه. هو الحقيقه انت لسه متخرج، انت طفل رضيع معماري، انت مالكش توجه، انت سفنجه بتمتص، فانت محتاج تمتص معلومات صحيحه. امتصيت جزء في كليه، محتاج ان انت تعلم نفسك بقى الحاجات اللي ناقصاك. من ضمن الحاجات دي العماره الكلاسيكيه، انت ما درستش عماره كلاسيكيه كويس. فلو جالك واحد بيقول لك انا عاوز ابني فيلا كلاسيك، ما ترفضش المشروع، بالعكس وافق عليه واعمل الفيلا بنسب مظبوطه. اقعد ذاكر كانك بتذاكر بحث كليه، اقعد ادرس فليتشر وشوف نسب الاعمده مظبوطه بتعمل ازاي، الاوردرز، ابتدي شوف تطور العماره الكلاسيكيه، من العماره الكلاسيكيه للعماره الاغريقيه والرومانيه، ازاي في الرينيسانس الايطاليين اخذوا الافكار دي وابتدوا يطوروها بشكل يتناسب مع عصرهم. ازاي بالاديو مثلا عمل توجه الباليديزم واعاد احياء افكار كانت اندثرت في العصور الوسطى زي فكره الفيلا او المسارح المغلقه، والتطور العماره من الرينيسانس للكوكو باروك للنيو كلاسيكيزم الى اخره، ازاي انهم اخذوا العماره الكلاسيكيه وطلعوا باترنز جديده وقدروا يطلعوا بموفمنتس مختلفه وطلع فيلا حلو. يعني هي مش معنى انها كلاسيكيه انها وحشه، هي ممكن تكون معموله كلاسيك وجميله يعني. فانت كده امتصيت. لما السفنجه دي تبقى ساتوريتد يعني تلقائيا هتبتدي تلاقي شخصيتك ابتدت تتكون. فالسفنجه دي عشان تبقى ساتوريت محتاج تشتغل كتير جدا، محتاج ان انت تقرا في العماره وتاريخ العماره بالذات. لو هتعرف العماره يبقى نبدا بتاريخ العماره. اقرا في الفلسفه لو يعني ممكن تكون مؤثره، اقرا في علم الاجتماع، اقرا في تاريخ الشعوب، تاريخ الامم، والشهادات المهنيه مهمه جدا زي الليد، واخر حاجه السيمينارز والتوكس زي اللي انت حضرها دي. لكن اول حاجه الشغل الكتير، لازم تشتغل كتير، لازم تعمل ديزاينز كتير، ويا حبذا لو الديزاين دي في جزء منها كبير بيتنفس. الكلام ده ادد فاليو غير طبيعي. انت عشان تتعلم السباحه لازم تنزل للميه، عشان تتعلم العماره لازم تعمل ديزاينز. فهو ده يعني ما تفكرش انا امتى شخصيتي تتكون، لا، انت لو مشيت في البروسيس ده شخصيتك هتتكون بشكل مظبوط، وهتلاقي لنفسك طابع واضح ومدرسه واضحه وتوجه واضح ان شاء الله. جزاكم الله خير. باشمهندس حامد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. باشمهندس كان عندي سؤال في اول بدايه المحاضره. تفضل. بخصوص التصاميم اللي والدراسه اللي بنعملها قبل ما نبتدي في التصميم على الكمبيوتر، الاشكال كده وفرق كل المساحه لحالها والممرات كذا، كل الدراسه دي انا صراحه انا اشتغلت في مكاتب استشاريه ومكاتب هندسيه، ما كناش بنعمل المواضيع ده، يعني احنا كنا بس بناخذ الريكويرمنت تبع الكلاينت وعلى طول نبدا نصمم على الاوتوكاد كده ونقدم مقترحات للكلاينت. فانا كان سؤالي يعني هل هي ضروريه، هل التحليل يعني انت شرحته لنا في الاول يعني ضروريه لازم نعمله على كل مشروع، او يعني بس دي فكره احيانا نعملها مره بعد كم، او في مهندس مختص هو اللي يعمل سكتش ده والتحليل ده وبعدين يعطيه للمصممين انه يرسموا المخطط، او يعني. وسؤالي برضو كم اذا هي ضروريه التحليل ده يعني بتاخذ وقت قد ايه يعني عشان نعملها ونخرج بفكره نهائيه يعني مبدئيه يعني عشان نقدمها للكلاينت. شكرا. لا بص، هل هي ضروريه في كل مشروع؟ ما اقدرش اقول لك ايوه الحقيقه، لا هي مش ضروريه في كل مشروع. يعني انت لو انت ديزاينرز بقالك 10 سنين بتشتغل تصميم فيلل، مش كل فيلا هتجيلك هتقعد تعمل زونينج ودبل دياجرام، ما خلاص ما انت حفظت الموضوع. لكن لو جالك مشروع مستشفى، لا انت محتاج تعمله، مش هتعرف تشتغل من غير بابل دياجرام. لو جالك مشروع مطار مش هتعرف تشتغل من غير بابل دياجرام. كل ما الكومبلكستي بتاعه المشروع ما زادت، كل ما احتياجات الدراسات زادت ولازم تعملها. تعمل دراسات ولا لا ليه علاقه بخبراتك السابقه في المشاريع. انا لما بيجي لي فيلا ما بعرفش اعمل بابل دياجرام، لان انا عملت فيلا كتير خلاص حفظتها، فمش محتاج اقعد اقسمها بابل. لكن لو جالي يعني متحف غالبا هقعد اعمل بابل دياجرام.
المتاحف مشاريع فيها شيء من التعقيد، فهو depending على المشروع وخبراتك وعلى المشروع اللي انت شغال فيه. بتاخد وقت قد ايه؟ لا برضه ما اقدرش اقول لك، حسب المشروع ما وحسب خبرتك انت. هل لازم يبقى لها حد متخصص؟ لا، اي ديزاينر لازم يكون بيعرف يعمل بابل دايجرام، ما ينفعش تبقى ديزاينر من غير ما تعرف تعمله. ففكره ان انت يبقى في واحد في المكتب هو اللي بيعمل الزونينج في المشاريع، لا انا رافضه تماما. كل الناس لازم تعرف تعمل الكلام ده. طيب في سؤال من يوستينا، أثناء الدراسة الاهتمام الأفضل يكون بمشاريع كلية ولا تكون للمسابقات؟ لا طبعا مشاريع كلية، لأن أنت محتاجة إن أنت تتعلمي من أساتذتك، فرصة إن أنت عندك أساتذة بتسأليهم، لأن ده مش هيبقى فاليد بعد ما تتخرجي، للأسف مش هتلاقي حد تسأليه، وهتلاقي الناس مش راضية تجاوبك، لكن أنت في الكلية أساتذتك ناس عندهم خبرات كبيره بيجاوبوك، ففرصه ان انت تتعلمي في مشاريع الكليه. المسابقات دي تبقى في وقت فراغك او في الصيف، ادد فاليو ليكي، لكن انت الاساس بتاعك دراستك، حاولي تستفيدي اكبر استفاده ممكنه من اساتذتك وتتعلمي تشربي منهم، تملي جزء من السفنجه. الكليه ما بتملاش السفنجه كلها، لكن هتملى جزء صغير، حاولي تمليه على قد ما تقدر. استفيدي من مكتبة الكلية كمان، لأن دي بعد التخرج بيبقى دخولها صعب شوية، ففرصة يعني استفيدي من مكتبة الكلية. المسابقات المعمارية تبقى في الصيف أو في وقت فراغك يعني. في برضه سؤال من الباشمهندس فاطمة، أنا بحس شغفي في التفكير في الديزاين بس على أرض الواقع مش عارفة إزاي هبدأ في الطريق دوت، كل الشغل بيبعد أكتر، ممكن أعرف رأيك؟ أنا ما فهمتش السؤال أبدا، قول هو تاني قول الشغل تاني. الشغل هي مهتمة بالديزاين بس على أرض الواقع مش عارفة تشتغل في مجال الديزاين. اوكي، زي ما قلنا الديزاين زي السباحه، ليه بروسيس، محتاجه ان انت تنزلي الميه عشان تتعلمي السباحه، وممكن تستشيري مدرب يجي معاكي مرتين ثلاثه كده يوريكي الاساسيات. فالديزاين بروسيس، انا النهارده شرحت البروسيس ازاي تبداي تعملي ديزاين، فانت لو تمسكتي بالبروسيس ده وجربتي مره واثنين وثلاثه وعشره هتتعلمي الديزاين. الديزاين موهبه مش موهبه فطرية، أنا مؤمن الديزاين مش مهارة فطرية، الديزاين مهارة بتكتسب بالتدريب، فأنت لو اتدربت كتير بأسس بميثودولوجي مظبوطة هتبقي شاطرة جدا في الديزاين. تمام يا باشمهندس أحمد، جزاكم الله كل خير وألف شكر على المتعة النفسية إن الواحد يشوف مشاريع جميلة زي كده، فألف شكر أشكرك، لحضرتك يا أستاذ، جزاكم الله كل ربنا خير. يخليك. أنا اتشرفت إنه بوجودي معاكم النهارده، ربنا شرف لنا يخليك. أستاذ، الله يكرمك يا أستاذ، جزاكم الله خير. ألف شكر، السلام عليكم. عليكم السلام.